بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة عندنا مواضيع كتير جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم. طبعا النهاردة في حوالي 5 مباريات في الدوري العام المصري، بدأت هذه المباريات في تمام الساعة 10، هنوالي حضراتكم دائما بنتائج هذه المباريات. ولكن الأهم دائما أن احنا وإحنا بنتكلم مع حضراتكم لازم نبين لحضراتكم الحقائق وماذا يحدث خلال الفترة الأخيرة. الفترة الأخيرة حملات ممنهجة ضد النادي الأهلي في كل الأمور، حملات ممنهجة ضد اللاعبين، حملات ممنهجة ضد الجهاز الفني، حملات ممنهجة ضد النادي الأهلي بكل ما يحتويه أو تحتويه هذه الكلمة من معاني كثيرة جدا لجمهورها. الكل يعلم عندما يتصدر النادي الأهلي الدوري العام المصري، أو لأنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك مؤجلات كثيرة جدا للنادي الأهلي، ولكن الدوري الآن في إيد لاعبة النادي الأهلي أو في أرجل لاعبة النادي الأهلي وجهازه الفني أو تفكير جهازه الفني. فعشان كده الحملات دي ابتدت تظهر وتبان خلال الفترة اللي فاتت. أنا قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات أن بعد مباراة النجوم هتلاقوا الحملات دي بتتصاعد واحدة واحدة. احنا دورنا دايما أن احنا نبين لحضراتكم الحقائق، وحضراتكم أنا عارف كويس جدا أن جمهور النادي الأهلي جمهور ذكي، جمهور بيعرف يفكر، جمهور دايما عارف اللي قدامه بيتكلم الحقائق ولا لا. عشان كده دايما بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الوضوح وبمنتهى الأريحية الحقيقة وأنا بتكلم معاكم. خلوني أبدأ بس في الموضوع الأهم بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الأهلوية. موضوعات كتيرة جدا، لأن كل ما بنقترب من نهاية الدوري العام الناس كلها بتبتدي ترتجف، لأنه خلاص الدوري العام فضله بالنسبة للنادي الأهلي 5 مباريات، هناك أندية أخرى فضلها 3 مباريات، أندية تانية فضلها 3 مباريات أو 6 مباريات، نادي الزمالك فضله 6 مباريات، وبقية الأندية فضلها حوالي 3 مباريات. النهاردة هتتلعب مباراة فضل مبارتين، نادي الأهلي فضله 5 مباريات. وعندما يقترب الدوري من نهايته الدنيا بتبقى صعبة جدا جدا جدا. عشان كده كل ما حد يشوفني يسألني سؤال، وسؤال مهم وأنا حبيت أن أنا أجاوب عليه النهاردة تحديدا هجاوب لحضراتكم على هذا السؤال، لأن السؤال ده بيتقالي من الجميع أو كل الناس بتسألني، هو ليه الأهلي لم يطلب حكام أجانب؟ لماذا لم يطلب النادي الأهلي حكام أجانب؟ طيب خلوني أبدأ بس مع حضراتكم واحدة واحدة، وكلام هجيبه لكم بالصور وبأسماء الحكام وبكل شيء، علشان دايما انتم متعودين مننا على كده. النادي الاهلي لم يطلب حكام اجانب اولا لثقته الشديدة جدا جدا في الحكام المصريين، ده اولا. ثانيا دايما عارفين ان في اخطاء بتحصل، اخطاء ضد النادي الاهلي، واكتر نادي تعرض للاخطاء خلال الفترة اللي فاتت هو النادي الاهلي، الكل يعلم كده. وهجيبه لكم دلوقتي او هجيب لحضراتكم لقطات على قد ما اقدر، على قد الحقوق اللي عندنا هجيب لكم لقطات توريكم قد ايه النادي الاهلي تعرض لحملات او تعرض لاخطاء من التحكيم ساهمت في ان هو يخسر مباراه او يتعادل في مباراه او يكون كسبان ولكن بيبقى مكسب صعب شويه. فلماذا لم يطلب النادي الاهلي حكام اجانب؟ اولا لثقته الكبيره جدا جدا في حكامنا المصريين، لان النادي الاهلي دوره مش دور ان هو يكسب الدوري، ده الطبيعي او ده اللي بيحصل غالبا خلال السنوات اللي فاتت، ولكن النادي الأهلي ده مؤسسة وطنية، في المقام الأول هو مؤسسة وطنية، وبالتالي دائما ما يشجع المنتج الوطني أو الحاجة الوطنية. الحاجة الوطنية اللي موجودة هي الحكام المصريين، وحضراتكم شايفين ماذا يحدث من بعض الحكام أو من بعض الأطقم اللي بتيجي من خارج مصر. في أطقم بتيجي رائعة الحقيقة جدا، أو بعض الحكام بيجوا بيبقوا عاملين مباريات هايله جدا، وفي بعض الاخر بيجي مستوى التحكيم المصري فيه افضل بكتير جدا جدا جدا. فده اولا ثقه النادي الاهلي في حكامنا وفي كل ما يمت لمصر باي صله. الوطنيه هي شعار النادي الاهلي او الشعار الدائم اللي دايما بيضعه النادي الاهلي امام اي شيء، وطنيه او مصلحه مصر الاول وبعد كده مصلحه النادي الاهلي، وبالتالي دائما من النادي الاهلي تلاقيه واقف ورا الحكام المصريين. مهما حصل هو هيفضل واقف ورا الحكام المصريين، مهما كان بيتعرض من اخطاء ضده مش في صالحه، ما عندوش اي مشكله.
ولكن الخمس مباريات القادمة بالنسبة للنادي الأهلي خمس مباريات حساسة جدا 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 جدا. الخمس مباريات القادمة ستحدد من سيفوز بالدوري العام المصري زي ما قلت لكم قبل كده، ويمكن ناس كتيرة جدا اتريقت وقالت لي ازاي ومش ازاي. انا بقول لحضراتكم ان من سيحدد الدوري العام هو، ومن سيحدد هوية الدوري العام هو لاعيبة النادي الأهلي نفسهم، الجهاز الفني للنادي الأهلي نفسه. فالخمس مباريات القادمة مباريات حساسة جدا جدا جدا، مش مطلوب فيها أي أخطاء، مش مطلوب فيها مثلا، وهجيبها لكم بالأسماء أهو، واحد من أهم وأفضل الحكام في مصر كابتن جهاد جريش، كابتن واحد من أهم وأفضل الحكام في مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن عنده أخطاء ضد النادي الأهلي، عنده أخطاء طبعا ضد النادي الأهلي، عنده أخطاء أثرت بشكل سلبي على النادي الأهلي، عنده أخطاء أثرت بشكل سلبي على النادي الأهلي. وخليني أجيبها لكم في مباراة الإسماعيلي في 2015 أمام حضراتكم أهو، تم احتساب ضربة جزاء أهو أمام حضراتكم، ضربة جزاء للأهلي أمام الإسماعيلي في 2015 ولم تحتسب أهو، بما أننا بنتكلم على التحكيم وأخطاء التحكيم أو شده في مباراة الإسماعيلي مشدود وما فيش أي مشكلة ولم يتم احتساب ضربة الجزاء، مشدود ومن تحت خبطه. ده كان في 2015 مع الكابتن جهاد جريشة، واحد من أهم وأفضل الحكام المصريين، أنا لا أشكك في أي شيء، ولكن أنا بوري لحضراتكم بعض الأخطاء اللي بيعملها الحكام طبعا بدون قصد، ده احنا متأكدين منه، ولكن في النهاية هي أخطاء بتؤثر وبشكل سلبي على النادي الأهلي. وبالمناسبة الأهلي ما خدش الدوري السنة دي في هذا الموسم، في هذا الموسم اللي هو 2015، والأخطاء التحكيمية أثرت بشكل كبير جدا في هذا الموضوع. طيب تاني حاجة في مباراة الإسماعيلي برضو، ولكن 2018-2019 هدف ملغي لوليد أزارو. طب إيه اللي لغى الهدف ده؟ مين اللي لغى الهدف ده؟ كابتن جهاد جريشة بالمناسبة كان حكما للقاء النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي أهو أمام حضراتكم، معرفش اتحسب إيه الحقيقة، ولكن اتلغى الهدف. هدف أيضا ملغي أمام النادي الأسيوطي في موسم 2017 عندما كان النادي الأسيوطي بهذا المسمى قبل ما يبقى نادي بيراميدز، برضو محدش عارف لماذا تم إلغاء هذا الهدف، لماذا تم إلغاء هذا الهدف. طيب أهداف بيتم إلغائها وبالتالي يتأثر النادي الأهلي فيها بشكل سلبي مع واحد من أفضل وأهم الحكام اللي موجودين في مصر، كابتن جهاد جريش، اللي من الممكن جدا أن يكون حكما للنادي الأهلي في المباريات القادمة. طيب رابع أو خامس حالة للكابتن جهاد جريشة في أخطائه الغير مقصودة ضد النادي الأهلي، لو هدف برضو محدش برضو عارف ليه الهدف ده لم يتم احتسابه. دي مباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء وتم احتساب ضرب الجزاء أيضا من الكابتن جهاد جريشة، وشريف إكرامي ما لمسش اللاعب نادي الرجاء في ذلك الوقت وتم احتساب ضرب الجزاء أهو. ما أنا على فكرة مش بقول أي كلام، أنا بوري لحضراتكم أهو، هتهالي لو تقدر يا بيبو من قريب شوية أهو، أيوة أيوة أهو، ها ده خطأ واضح جدا من الكابتن جهاد جريشة. لا أنا برضو هكرر كل شوية الكلام اللي أنا بقوله، واحد من أهم وأفضل الحكام في مصر خلال هذه الفترة أهو، بصوا حضراتكم. إذن ضرب الجزاء للنادي الأهلي أمام النادي الإسماعيلي لم تحتسب في موسم 2015، هدف ملغي لوليد أزارو في 2018-2019، هدف ملغي آخر لأجاييه في مرمى الأسيوطي في موسم 2017 قبل ما يتم تسميته أو ينتقل إلى مالك آخر ويصبح نادي بيراميدز، ركلة جزاء غير صحيحة للرجاء على النادي الأهلي أحرز منها نادي الرجاء هدف والنادي الأهلي في هذه المباراة، لم تكن النتيجة في صالح النادي الأهلي. طيب ده الكابتن جهاد جريش، واحد من أهم وأفضل الحكام في مصر. طيب خلينا نروح أيضا لحكم دولي آخر،
حكم دولي الحقيقة من الحكام برضو الجيدين جدا 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 في مصر، كابتن محمد الصباحي. النتيجة انتهت في هذه المباراة اللي أمام حضراتكم سنة 2015 ما بين النادي الأهلي ونادي بتروجيت بتعادل إيجابي ما بين الفريقين. لم يتم احتساب الكرة اللي أمام حضراتكم ركلة جزاء صحيحة 100% ولم يتم احتسابها. كان الحكم مين؟ كابتن محمد الصباحي. كابتن محمد الصباحي كان حكما لهذه المباراة. موسم 2015 انتهت المباراة وشايفين الدفعة وشايفين الزقة وشايفين كل حاجة. وبالمناسبة كل شوية هفكر حضراتكم ان الاهلي في هذا الموسم ما خدش الدوري اللي هو موسم 2015، فقد نقاط بسبب اخطاء التحكيم اللي امام حضراتكم من واحد من اهم وافضل الحكام في مصر كابتن جهاد جريشة، ايضا الكابتن محمد الصباحي واحد من الحكام الجيدين جدا في الدوري العام المصري. طيب في موسم 2015 برضو تخيلوا حضراتكم ان دي لم تحتسب ركلة جزاء. تخيلوا حضراتكم ان الكرة اللي امامكم دي لم تحتسب ركلة جزاء، كانت مباراة ما بين نادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري ولم تحتسب هذه، انا اسف بتروجيت، ولم تحتسب الركلة اللي امام حضراتكم دي ركلة جزاء. الحكم قال لك اوكي جو اون، وبالتالي خسر النادي الاهلي نقطتين في هذه المباراه. طيب المباراه اللي بعد كده ايضا مع برضو واحد من اهم وافضل الحكام في مصر خلال هذه الفتره كابتن محمد الصباحي، موسم برضو 2015 ركله جزاء للنادي الاهلي امام حضراتكم اهو. لا دي ما تتحسبش ضرب الجزاء، دي تتحسب ضرب الجزاء مع سبق الإصرار والترصد، ولكن كابتن محمد الصباحي بدون قصد لم يتم احتساب ركلة الجزاء. طيب مين تاني؟ مين تاني؟ كابتن محمد عادل الأهلي وسموحة. الدور الأول في هذا الموسم اللي احنا فيه، بصوا حضراتكم برضو لم يتم احتساب الكرة اللي أمام حضراتكم دي أي شيء. بصوا حضراتكم هل دي تحتسب ولا ما تحتسبش؟ أنا جايب لحضراتكم عشان أنا عارف إن جمهور النادي الأهلي بيفكر ودايما بيحب يشوف قبل ما يسمع، فبالتالي أنا بوري حضراتكم بعض الأخطاء من بعض الحكام الرئيسيين اللي موجودين في الدوري العام المصري ومن أفضل الحكام اللي موجودين في الدوري العام المصري اللي من الممكن جدا ان هم يكونوا متواجدين خلال الفتره اللي جايه. فدي اخطاء تخيلوا حضراتكم ان دي لم يتم احتسابها. ده خطا ركله جزاء ايضا لم يتم احتسابها في الدور الاول في هذا الموسم، في الموسم اللي احنا فيه، وكان حكما لهذه المباراه كابتن محمد عادل. طيب خلينا نروح ايضا لحكم اخر. برضه الكابتن محمد عادل في نفس الماتش، تخيلوا برضه ده كان اول ماتش لجيرالدو، تخيلوا حضراتكم ان دي لم تحتسب ضرب جزاء وخد انذار فيها. بالمناسبه اخطاء التحكيم زي ما حضراتكم شايفين كده، اخطاء التحكيم بتؤثر وبشكل سلبي كبير جدا على النادي الاهلي. عشان كده ولكن يبقى النادي الاهلي بوطنيته وبدائما وقوفه مع المنتج الوطني، انا هسميه كده المنتج الوطني اللي هو الحكام المصريين. دلوقتي في حمله كبيره جدا جدا على ان الحكام المصريين اتظلموا كتير وكذا وكذا، هناك بعض الظلم على الحكام المصريين، ولكن في نفس الوقت هناك اخطاء واضحه. انا ماليش دعوه بالانديه الثانيه، انا بتكلم عن النادي الاهلي. فخدوا بال حضراتكم كل اللي احنا بنقوله ده حقائق امام حضراتكم. تخيلوا بقى في الكرة دي، ما هو برضه عشان نطلع برضه من ركلات الجزاء شوية، أيمن أشرف خد إنذار، معرفش خد إنذار ليه. الفاول ليه حسبوا عليه وإدى إنذار لأيمن أشرف في الكرة اللي أمامكم دي، هتهلنا تاني كده يا بيبو معلش واحدة واحدة، يمكن إحنا مش يعني مش عارف، كملها كملها. أهو اتحسبت فاول على أيمن أشرف وخد إنذار تم إيقافه بعدها بكام مباراة بسبب الإنذار التالت. وبالتالي أثر وبشكل سلبي على
النادي الاهلي اهو. طيب ايضا واحد من اهم وافضل الحكام اللي موجودين في مصر كابتن امين عمر. كابتن امين عمر في مباراه للنادي الاهلي في موسم 2015 2016. الاهلي برضه هي ركله جزاء وامبي لم يتم احتسابها اهو. انا بس حابب ان انا اوري لحضراتكم بعض الاخطاء اللي كانت ضد صالح النادي او ضد النادي الاهلي، ليست في صالح النادي الاهلي اهو. خدوا بال حضراتكم انا عملت كل ده في تقريبا ساعه او ساعه وربع، يعني احنا قررنا نعمل كده من ساعه او ساعه وربع بعد الفطار على طول. قلت لهم يا جماعه انا عايز كذا 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 كذا، قعدنا طلعنا الاخطاء. لكن احنا لو قعدنا مثلا 3 4 5 ايام في هذا الموضوع لا هنجيب اخطاء كتير جدا. فاحنا جايبين نماذج لبعض وحكام النخبه اللي موجودين في مصر. خدوا بالكم انا بتكلم على كابتن جهاد جريشه، بتكلم على كابتن محمد الصباحي، بتكلم على كابتن محمد عادل، بتكلم على كابتن امين عمر. 4 من حكام النخبه اللي موجودين في مصر. هل اتظلم النادي الاهلي؟ اتظلم النادي الاهلي خلال هذه الفتره. هل اللي حضراتكم شايفينه ده انا كلام بقوله من الهوى؟ ولا دي لقطات حضراتكم مقتنعين بيها والكل مقتنع بيها بما فيهم بعض الحكام بالمناسبه؟ يعني لما قابلت حد فيهم قال لي في حاجات بتعدي. طيب وبعدين؟ ثقة النادي الأهلي في الحكام المصريين هي ثقة كبيرة جدا جدا جدا، عمرنا ما هنتنازل عن هذا الموضوع كالنادي الأهلي. عشان كده النادي الأهلي لم يطلب حكام أجانب. دي إجابة السؤال اللي الناس بقالها فترة طويلة جدا بتسألهولي، هو ليه انتوا النادي الأهلي ما طلبش حكام أجانب؟ بسبب دوره الوطني نمرة واحد ووقوفه خلف أي حاجة اسمها مصر، أي حاجة فيها مصر حتى لو هتأثر عليه بشكل أو بآخر مفيش مشكلة إن احنا نقف خلفها. وأنا لا أصادر على إن أي حد تاني عايز حكام أجانب، هو حر، دي كل واحد وله وجهة نظره وكل نادي له وجهة نظره. أنا ما بتكلمش على أندية أخرى، أنا بتكلم عن النادي الأهلي بالمناسبة عشان بس ما حدش يودينا في مناطق تانية. أنا ما بتكلمش غير عن النادي الأهلي. النادي الأهلي نادي الوطنية، النادي اللي دايما بيقف عشان خلف بلده في كل شيء، في كل شيء. فدي من الامور اللي بيتعرض ليها النادي الاهلي، ان هو بيتعرض لمضايقات وبيتعرض لامور صعبه وبيتعرض لاخطاء قد تفقده الدوري زي ما حصل في 2015، ولكن لا تزال ثقه مجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في الحكام المصريين ثقه كبيره جدا جدا جدا. ولكن انا جبت لحضراتكم على فكره ده، انا بقول لهم انا اسف ان انا بكرر هذا الكلام، ولكن الموضوع ده حصل في ساعه ساعه ونص. احنا جبنا لحضراتكم الكلام ده في ساعه ساعه ونص. والله لو كنا قعدنا بقى واشتغلنا على الموضوع ده اسبوع ولا 10 ايام كنا ورينا لحضراتكم كميه الاخطاء اللي حصلت ضد النادي الاهلي. بالمناسبه هي اخطاء غير مقصوده، ما عنديش اي مشكله في ان انا اقول هذا الكلام، ولكن يجب ان يكون هناك تركيز بقى خلال الخمس مباريات القادمه. الخمس مباريات القادمه دي بالنسبة للنادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي هي أهم مباريات خلال الفترة اللي جاية، ما حدش بيفكر في مباريات تانية، إحنا ما بنفكرش غير في الخمس مباريات بتوعنا. عشان كده إحنا بس بنذكر حضراتكم ببعض الأخطاء التحكيمية اللي بتحصل من أهم حكام في مصر، من حكام النخبة. ولا نطلب إلا العدالة التحكيمية، تحكيمية فقط، عدالة تحكيمية فقط، مش عايزين حاجة تانية. بالمناسبة أنا مش عايز الحكم يحسب لي ضرب جزاء مش مظبوطة، مش عايز الحكم يدي إنذار للعيب مش المفروض يديهوله، لا، ادي اللي حضرتك شايفه اعمله كحكم لأن أنت قاضي جوه الملعب، ولكن محتاجين نعلي التركيز شوية، أو محتاجين إن احنا نعلي التركيز لأقصى درجة، لأن الخمس مباريات القادمة فيهم مصير دوري عام ولا نتأثر بأي ضغوط خارجية أو هجوم أو شتايم أو سباب. هو ده اللي احنا عايزينه. أنا عايز حقي كنادي أهلي،
انا عايز الحكم لما ينزل يبقى فير ان هو يحكم اللي للنادي الاهلي يحكمه للنادي الاهلي، واللي للنادي الاخر او للنادي المنافس في الخمس مباريات القادمه يحكمه للنادي المنافس. هو ده اللي انا عايزه، انا مش عايز حاجه تانية. فمن فضل حضراتكم كلجنه حكام، انا جبت لحضراتكم اربعه او خمسه من حكام النخبه اللي موجودين في مصر اللي دايما بيحكموا، وانا متخيل ان الاربع حكام الكبار دول موجودين وهم من افضل الحكام، انا متخيل ان هم من افضل الحكام اللي موجودين في مصر. ولكن عندهم اخطاء ضد النادي الاهلي، عندهم اخطاء ضد النادي الاهلي. يا كابتن جهاد عايزين تركيز لو هتحكم مباراه قادمه للنادي الاهلي، يا كابتن صباحي عايزين تركيز لو في هناك تحكيم للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه او لغيره بالمناسبه، لان في فرق النهارده في خمس مباريات بتتلعب فيهم فرق قد تهبط الى الدرجه الثانيه او تظل في الدوري الممتاز. وبالتالي كل ما نتمناه خلال الفترة القادمة هو العدالة التحكيمية فقط لا غير. النادي الأهلي سيظل أحد الأندية الوطنية أو أهم نادي في مصر خلف كل ما هو وطني، وهنفضل واقفين خلف كل ما هو وطني على الرغم من اللي بيحصل وعلى الرغم من خسارتنا الدوري في 2015 بسبب بعض هذه الأخطاء. لكن يظل دائما النادي الاهلي خلف حكامه المصريين. فده كان الموضوع الاول اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. الحكام المصريين هيفضلوا محل ثقه لكل المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي او منظومه كره القدم في النادي الاهلي، ولكن هناك بعض الاخطاء التي تؤثر وبشكل سلبي على النادي الاهلي. نتمنى أن يكون هناك تركيز شديد في الخمس مباريات القادمة والعدالة التحكيمية تكون متوفرة سواء للخمس مباريات اللي في النادي الأهلي أو في المباريات الهامة في الدوري العام المصري. طيب في موضوع برضو آخر الحقيقة خلوني أتكلم مع حضراتكم فيه. يعني في إطار الحملة الممنهجة اللي ماشية خلال هذه الفترة، وأنا هنا بالمناسبة أكتر حد انتقد الجهاز الفني واللاعبين بعد أي خسارة بتحصل في ملعب الأهلي. هل ده ما حصلش يا جماعة ولا حصل؟ حصل. قلنا إن هناك أخطاء فنية كانت واضحة في الأول، ولكن عندما تكون هناك حملات ممنهجة علشان تخسرك الدوري او تبعدك عن التركيز او تخليك تبقى مشتت خلال الفتره القادمه، هقف وهتكلم، ومش هتكلم اي كلام، هتكلم بالارقام. يعني ايه الارقام؟ يعني 1+1=2، هو 1+1 ممكن يساوي 3؟ ابدا، عمره ما هيساوي 3. 1+1=2. هل السبعه اكتر من العشره؟ السبعة عمرها ما هتبقى أكتر من 10. هل السبعة أكتر من 10؟ عمرها ما هتبقى أكتر من 10. فالأرقام هي لغة الحقيقة. الأرقام هي لغة الحقيقة، والنهاردة أنا عامل حاجة كده أنا والدكتور أحمد ثابت هنتكلم فيها عن مستر مارتن لاسارتي. ولكن قبل بس ما نستقبل الدكتور أحمد ثابت، لأن لسه في موضوع كمان عايز أتكلم فيه مع حضراتكم. هو مستر لاسارتي منذ قدومه لنادي الاهلي، وانا هنا هتكلم عن الدوري العام المصري، انا ماليش علاقه بالبطولات الافريقيه دلوقتي، انا بتكلم على الدوري العام المصري. لاسارتي لعب كام مباراه؟ وهنا هقارن، مع ان انا ما بحبش المقارنات دي، ولكن انا هقارن ما بين الانديه اللي بتنافسك او المفروض ان هي قريب منك، اللي هو نادي الزمالك ونادي بيراميدز، وهقارن ما بين مارتن لاسارتي وكريستيان جروس ودياز، الثلاثة اللي بيتنافسوا على الدوري العام المصري. بيراميدز بعد، ولكن من الأندية المهمة اللي عملت شيء جيد هذا الموسم. فخليني أسأل حضراتكم، والسؤال هنا هيبقى إجابته رقم. السؤال هيبقى إجابته رقم. لاسارتي استلم إمتى القيادة الفنية لنادي الأهلي؟
ومعلش انا بقى هبص هنا في الورق لانه ارقام، فلازم هقول لحضراتكم الارقام. اول مباراه كانت لمستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي كانت يوم 4 يناير 2019 كانت امام نادي بيراميدز. خلاص؟ مارتن لاسارتي لما دخل الماتش ده كان عنده كام واحد مصاب؟ حد يفكر لي كده ويقول لي كام واحد مصاب كان في قبل المباراه دي؟ 17 18 19 20 حاجه كده يعني. كان النادي الاهلي قبل هذه المباراه خرج من البطوله الافريقيه، خسر النهائي الافريقي وخرج من البطوله العربيه، وبالتالي هو جاي على فريق عنده انكسار، خروج من النهائي الافريقي او حاله معنويه سيئه جدا، خروج من النهائي الافريقي وخروج من البطوله العربيه، والنادي الاهلي وجمهوره مش متعودين على كده، مش متعودين على كده. فجي مارتن لاسارتي في الظروف اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم. لو انا بقول اي حاجه فيها حاسين ان في اي حاجه ابعتوا لي على صفحتنا قولوا لي رايكم ايه في هذا الموضوع، ولكن انا دايما لما بتكلم بلغه الارقام او زي ما حضراتكم شفتوا كده مشاهد وفيديوهات بتبقى بتبين الحقائق. مارتن لاسارتي جه يوم 4 يناير 2019 وكان في اصابات وكان في انكسار وكان في كذا وكذا وكذا. طيب في المقابل بقى النادي الزمالك في ذلك الوقت كان، لان نادي الزمالك هو المنافس التقليدي والحقيقي للنادي الاهلي هذه الفتره. كريستيان جروس كانت الامور ماشيه بشكل جيد، ما كانش فيه لعب في البطولات الافريقيه، عنده فريق جيد بيكسب مبارياته كلها، وبالتالي كان بيحقق، ما فيش اصابات طبعا، كان بيحقق نتائج جيده في الدوري العام المصري. طيب كم ماتش اتلعب تحت قيادة مستر مارتن لاسارتي؟ 17 مباراة في بطولة الدوري العام المصري، أنا بتكلم على بطولة الدوري العام المصري، 17 مباراة. لاسارتي فاز في كم مباراة؟ أو لاسارتي يبقى الجهاز الفني فاز في 14 مباراة من ال 17، فاز في 14 مباراة من ال 17 مباراة، والإحصائية أمام حضراتكم. ولو فيها أي حد بيفكر، خلينا نفكر بالاسلوب المنطقي دايما، الارقام امام حضراتكم. النادي الاهلي نجح في ال 17 مباراه دي في حصد 43 نقطه، تعادل في مباراه واحده وخسر في مباراتين، جاب كام جون؟ 30 جون بمعدل 1.7 او 76%، هدف في كل مباراه. استقبل النادي الاهلي في ال 17 مباراه 9 اهداف. طيب على الجانب الاخر خلينا نروح لمدير فني قدير وكبير، رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز. المدير الفني لنادي بيراميدز خاض 16 مباراه مع نادي بيراميدز، فاز في كم مباراه بقى؟ في 10 مباريات. كم نقطه مع رامون دياز استطاع ان يحصل عليها نادي بيراميدز؟ 35 نقطه، تعادل في 5 مباريات، خسر في مباراه واحده، سجل 32 هدف واستقبلت شباكه 16 هدف. طيب خلينا نروح بقى للمدير الفني الثالث، كريستيان جروس، واحد من اهم وافضل المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر خلال هذه الفتره. كريستيان جروس منذ 4 يناير لعب 12 مباراة في الدوري العام المصري، أنا بتكلم في الدوري العام المصري، لعب 13 مباراة، فاز في 6 مباريات أو 7 بعد مباراة امبارح، يعني أنا مش حاطط، ما كنتش حاطط الحقيقة مباراة امبارح، 7 مباريات فاز فيهم، تعادل في 4 وخسر في مباراتين. خسر في كام؟ خسر في مباراتين. سجل 21 هدف ودخل مرمى 12 هدف. طيب ده معناه ايه؟ الكلام اللي انا بقوله ده معناه ايه يا جماعه؟ الكلام اللي انا بقوله ده معناه او ان الارقام بتقول ايه؟ الارقام بتقول ان النادي الاهلي هو الاكثر فوزا بمعدل 82.35 او 3 من 10
في المية. خلاص؟ يلي نادي بيراميدز بمعدل 62%. يلي نادي الزمالك بمعدل أقل شوية. أما النادي الأهلي يعد الأقل تعادلا بنسبة 88.5%. نادي بيراميدز 31.25%. نادي الزمالك 33.33%. بالنسبة للنادي الأهلي واستقباله للأهداف، النادي الأهلي يمتلك أقوى خط دفاع فيما تساوى بيراميدز والزمالك برصيد 1% هدف في كل مباراة، أما النادي الأهلي كان 0.5%. كما أن النادي الأهلي الأعلى في فارق الأهداف بينما أحرزه وما تلقته شباكه برصيد 21 هدف، بيراميدز برصيد 16، الزمالك برصيد 9 أهداف. طيب هي الأرقام اللي أنا بقولها دي معناها إيه؟ وهيجي الدكتور أحمد ثابت هنتكلم في أرقام أكتر من اللي أنا بتكلم فيها دي. الأرقام اللي أنا بتكلم فيها دي معناها إيه؟ معناها إن النادي الأهلي هو الأفضل في بطولة الدوري العام، النادي الأهلي هو الأفضل في إحرازه للأهداف وعدم استقباله لأهداف، النادي الأهلي الأكثر فوزا، النادي الأهلي الأقل تعادلا منذ وجود مارتن لاسارتي على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي. أنا بس حبيت أوري لحضراتكم حاجة بسيطة جدا، بغض النظر عن المباراة بكرة أو ماذا سيحدث في المباريات القادمة، أنا بس حبيت أوري حضراتكم إن كل الحملات الممنهجة اللي طالعة خلال هذه الفترة وبتقول اصل لاسارتي ده مش عارف ايه، اصل لاسارتي ده هيمشي، اصل ده كذا ده كذا ده كذا، كل الكلام اللي بيتقال ده انا بس رديت عليه ببعض الارقام. بعض الارقام اللي بتوري لحضراتكم قد ايه ان احنا عندنا جهاز فني محترم، جهاز فني عايز يعمل حاجه خلال الفتره القادمه، عايز ياخد دوري عام. البطوله الافريقيه كلام تاني نقدر نتكلم فيها بشكل تاني لان لها وضع اخر، ولكن انا بتكلم على الدوري العام المصري. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير وبعد كده هرجع اتكلم عن بعض المؤجلات مهمه، كلام مهم جدا عن المؤجلات وما يحدث في موضوع المؤجلات ده، ولكن نطلع نشوف تقرير عن الدوري او ان الاهلي اقوى دفاع في الدوري العام المصري، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع بقى نتكلم في موضوع المؤجلات ده. انا عمال اكتب كلمه المؤجلات، هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه. طيب يعني ايه نادي مؤسسي؟ يعني ايه نادي مؤسسي؟ النادي اللي هو دايما بيتخذ قرارات من خلال اللجان اللي موجوده وفي النهايه تخرج قرارات من مجلس الاداره يقولها المتحدث الاعلامي باسم مجلس الاداره، هو ده اللي احنا متعودين عليه دائما داخل النادي الاهلي. لو تفتكروا بدايه من شهر، معلش كل شويه برجعكم 3-4-5 شهور ورا ولكن لازم اعمل كده، لو تفتكروا من 3-4 شهور كده لما أثير موضوع المؤجلات ومش هنلعب غير لما أندية، أعتقد كان ساعتها بيراميدز والزمالك، قالوا مش هنلعب غير لما النادي الأهلي يلعب مبارياته. طيب ساعتها أنا طلعت هنا مع حضراتكم وقلت إيه؟ قلت يا جماعة النادي الأهلي، وجبت لحضراتكم أربع جوابات على ما أتذكر، قلت لكم النادي الأهلي عنده جدول جاي له، جدول رسمي من اتحاد كرة القدم هو ملتزم بيه، على الرغم بقى من النادي الأهلي في ذلك الوقت كان بيلعب البطولة الأفريقية، دي أول حاجة. تاني حاجة عنده كم إصابات كان غير طبيعي في ذلك الوقت. تالت حاجة النادي الأهلي كان بيلعب كل 48 ساعة مباراة، كل 48 ساعة مباراة، ولكن الكلمة اللي طلعها مجلس إدارة النادي الأهلي واتفاقه على أن الجدول اللي موجود هو اللي هنمشي عليه، أو الجدول الرسمي ده هو اللي هنمشي عليه، فبالتالي الكلمة اللي قالها مش قادر يغيرها خلاص. هو ده الشغل اللي احنا بنتعلمه دائما داخل النادي الاهلي، الكلمة اللي تطلع لازم تتنفذ. وبالتالي ما اتكلمناش هنا، لما كان حد يجي من الضيوف في ملعب الاهلي ويقول لك اصل التعب ومش التعب، كنا دايما نقول لكم ايه او نقول لهم ايه؟ يا جماعة ما فيش حاجة اسمها تعب، النادي الاهلي قرر ان هو يلعب ولكن الامور جت كده. النادي الاهلي قرر ان هو يلعب وبالتالي عندنا 30 لعيب، ال 30 لعيب على قد المسؤوليه.
هل حضراتكم متذكرين الكلام ده ولا مش متذكرينه؟ هل فاكرين الكلام ده؟ وانا عارف ان في متابعين كتير جدا لقناه النادي الاهلي ولملعب الاهلي ودايما بيتابعونا. هل انتوا فاكرين الكلام اللي انا قلته لحضراتكم ده ولا مش فاكرينه؟ فاكرين لما قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي ملتزم بالجدول اللي جاي له؟ التزم بالجدول اللي جاي له حتى هذه اللحظه ولنهايه الموسم. الجدول اللي هيجي للنادي الاهلي النادي الاهلي سيلتزم به، ولكن عندما يتم طلب، وبالمناسبه انا ما بتكلمش على نادي على اسم نادي، انا بتكلم على الدوري العام بشكل عام، الدوري العام بشكل عام. لما نادي يطلب ان هو بيأجل مبارياته، او لما ناديين ثلاثه يطلبوا ان هم يأجلوا مبارياتهم، خلاص يا جماعه ما في جدول احنا ماشيين عليه، والجدول ده كان واضح وباين وما عندوش اي مشكله. الجدول ده محطوط بقاله فتره وكان واضح وباين ان لو اي نادي من الانديه اللي بتلعب في افريقيا وصل للنهائي هيلعب مبارياته بالشكل ده وبالمنظر ده. هل ده كان فيه اعتراض؟ ما كانش حد بيعترض ساعتها، ولكن الامور اتغيرت دلوقتي. بقى اذا من حق اي نادي في الدوري العام المصري في ال 18 نادي اللي موجود ان هو يطلب ان هو ياجل مبارياته لغايه لما المباريات كلها تكتمل. هي ليه الناس بتزعل من الكلام ده؟ هي ليه الناس لما بنقول كده او عندما نطالب بحق من حقوقنا الناس بتزعل وبتتضايق؟ هو عشان النادي الاهلي بيلتزم بالكلمه اللي بيقولها يبقى خلاص؟ لا، في انديه على حسب المزاج، هي ماشيه على حسب المزاج. النادي ده عاجبني او النادي ده بيحصل معانا بيحصل فيه او من خلاله مشاكل او مع مجلس ادارته مشاكل، فخلينا نبعد عن المشاكل وناجل له المباريات. النادي ده لا، النادي ده كويس، النادي ده ما بيعملناش مشاكل فلا مش هناجل له مباريات. النادي الثالث اصل لا ده هناجل له او هناجل له مباراه ومباراه لا. ايه يا جماعه الكلام ده؟ هو الكلام بالمزاج؟ هو الكلام كل واحد عايز يقول حاجه يقولها على مزاجه وعايز يعمل حاجه يعملها على مزاجه؟ امتى بقى هنبقى عندنا جدول؟ قلنا ان السنه دي سنه استثنائيه وقلنا 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 وقلنا، ولكن تم وضع جدول للفتره القادمه. ازاي يتم تغيير الجدول ده؟ ازاي؟ هتقولنا خلال الخمس ست شهور اللي فاتوا والنادي الاهلي كان بيلعب كل 48 ساعه، كل 48 ساعه في مباراه كانت بتتلعب كل 48 ساعه، النادي الاهلي هتقولنا واحنا هنا في ملعب الاهلي هتقولنا كلمه قلنا ان احنا عايزين ناجل مباراه. هاتوا كلمه احنا قلنا فيها حد عايز ياجل مباراه، عمرنا ما قلنا. كنا بنطلع من الماتش على المطار عشان نسافر على افريقيا. ونرجع من المطار او نرجع من الماتش الافريقي على معسكر في اسكندريه مثلا عشان نلعب المباراه في الدوري العام المصري. يا جماعه كل اللي احنا عايزينه في كل المواضيع اللي انا عمال اتكلم فيها دي هو حاجه واحده بس، العداله. وبيني وبينكم يعني ما هو كيف يمكن تحقيق العداله ولا يوجد مثلا تكافؤ للفرص؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اللي انا اعرفه مثلا ان الاسابيع الاخيره معرفش هم ممكن يبقوا خمسة يبقوا ثلاثة يبقوا اثنين، دي حاجة أنا مش متأكد منها فعشان كده بسيبها لحضراتكم. هل من الممكن إن آخر أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث أسابيع من المفترض إن هم يتلعبوا في وقت واحد ولا لأ؟ ده سؤال أنا بطرحه. هو ليه المواضيع ماشية على حسب المزاج؟ عندنا مشكلة مع النادي ده يبقى خلاص. عندنا اصل هنا مجلس الاداره ده اصله بيعمل وبيخلي وبيسوي فينا كاتحاد كره يعني، فخلينا نبعد عن وجع الدماغ والمشاكل ونعمله اللي هو عايزه. اصل النادي التالت ده نص نص فنعمل له ماتش او ماتش لا. يا جماعه ما ينفعش الكلام ده والله. عندنا اتحاد كره قدم قوي، عندنا اتحاد كره قدم عارف كويس جدا ان هو عايز ينهي مسابقه الدوري العام المصري قبل البطوله الافريقيه. بطوله الامم الافريقيه اللي هتنظمها مصر خلال الفتره اللي جايه. هو اللي حط الجدول ده مين؟ مش الاتحاد ولا نادي الاهلي مثلا اللي حطه ولا اسلام اللي حطه؟ لا، اتحاد كره القدم هو اللي حط الجدول ده وكان عارف ان في مباريات هتتلعب لو كان النادي الاهلي وصل لنهائي البطوله الافريقيه او لو كان ونادي الزمالك وصل لنهائي البطوله الافريقيه وباركنا له في الحلقه السابقه، وبالتالي
كان معروف ان في ناديين لسه بيلعبوا، نادي خرج من البطوله الافريقيه، بطوله دوري الابطال الافريقي، ونادي كمل في البطوله الكونفدراليه. طيب يعني الحل ايه؟ الحل بس او في كل الكلام اللي انا بقوله ده، احنا عايزين يا جماعه العداله، فقط نريد العداله، سواء العداله التحكيميه او العداله في المؤجلات او في الدوري العام المصري، عشان ننهي بقى الخمس مباريات دول، واللي ياخد الدوري ياخد الدوري ان شاء الله يكون النادي الاهلي، ولكن اللي ياخد الدوري اللي خلاص ياخده. مش عايزين ندخل نفسنا في مشاوير، في كلام من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا، عايزين دايما نبقى عادلين. بالمناسبه بس اخر حاجه هقولها لكم قبل ما استقبل دكتور احمد ثابت، وده موضوع برضو يهمني جدا، استفتاء جريدة ماركا الأسبانية لأفضل الأندية على مستوى العالم. اختاروا أربع أندية بس من أفريقيا، أربع أندية فقط من أفريقيا. يتقدمهم مين؟ المتصدر دائما والأول دائما مين؟ النادي الأهلي من مصر، والترجي من تونس، والرجاء والوداد من المغرب. دول الأربع أندية اللي استفتاء جريدة ماركا الأسبانية لأفضل أغاني أندية على مستوى العالم. حتى هذه اللحظة النادي الأهلي في المركز السابع زي ما حضراتكم شايفين الترتيب أهو، لكن النادي الأهلي حتى الآن في المركز السابع. طبعا أنا بحب أجيب لحضراتكم الاستفتاءات دي، لأن النادي الأهلي دائما ما يكون ضيفا أساسيا في جميع الاستفتاءات العالمية، طبعا لأنه هناك شعبية جارفة يملكها النادي الأهلي سواء في أفريقيا أو في العالم كله، نظرا للتاريخ الكبير والبطولات التي بطولات كثيرة جدا. بقى هنقعد نعد من دلوقتي، هيبقى كتير صعب جدا، هنخلص الحلقة في عد البطولات. عموما ده كان موضوع برضو عايز أتكلم فيه مع حضراتكم. أيضا حصد النادي الأهلي المركز الثالث ضمن الأندية الأفضل في الشعار اللوجو، متفوقا على أندية ريال مدريد وليفربول وبرشلونة، فيما تصدر الاستفتاء نادي بالميراس البرازيلي ونادي الرجاء المغربي في المركز الثاني. طيب نطلع بقى نشوف تقرير عن هذا الاستفتاء، استفتاء صحيفة ماركا الأسبانية، ونرجع بعد هذا التقرير هنستقبل دكتور أحمد ثابت، هنتكلم عن أهم أرقام النادي الأهلي منذ تولي الجهاز الفني الحالي القيادة الفنية للنادي الأهلي. هل مستر مارتن لاسارتي وحش بالأرقام ولا ماشي بشكل جيد في بطولة الدوري العام؟ ده اللي هنتكلم فيه بعد هذا الفاصل مع الدكتور أحمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز اقول لحضراتكم ان في خمس مباريات انتهت الشوط الاول في كل هذه المباريات. المصري البورسعيدي مع حرس الحدود تعادل سلبي ما بين الفريقين، الاتحاد السكندري وهزيمه من نادي انبي او مغلوب في الشوط الاول من نادي انبي بهدف مقابل لا شيء، فوزي علي في الدقيقه 28 من عمر المباراه. الجونه ايضا مغلوب من المقاولون العرب، كان النتيجة 1-0 لسيف الدين الجزيري في أول دقيقة، أحمد ياسر ريان تعادل لنادي الجونة في الدقيقة 21، ثم جاتوش بانوم هدف في مرماه، أصبحت النتيجة 2-1 لنادي المقاولون العرب.
الانتاج الحربي والنادي الاسماعيلي، ما تزال النتيجه التعادل السلبي ما بين الفريقين. مصر المقصه والنجوم وتعادل ايجابي ما بين الفريقين. باولو مفوافي هدف في المباراه في الدقيقه 31، او هدف المقصه في الشوط الاول في الدقيقه 31، وصلاح امين في الدقيقه 46 من عمر الشوط الاول. خلوني ارحب بضيفي في الجزء الاول من هذا البرنامج، ملعب الاهلي، الدكتور احمد ثابت. هنتكلم عن اهم ارقام اللي لسه كنا بنتكلم عنها منذ قليل في اطار الحمله الممنهجه اللي ضد الجهاز الفني للنادي الاهلي. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. معلش النهارده جبناك بقى من بورسعيد، كل سنه وانتم طيبين، وكل والدك ووالدتك وكلهم طيبين يا رب. رمضان كريم على حضرتك وعلى الاسره الكريمه وعلى الساده المشاهدين طبعا، وان شاء الله كده يعني ربنا يبلغنا رمضان كله كده باذن الله. يا رب ان شاء الله. لكن كان مهم جدا نعرف الناس ان الحمله الممنهجه الدايره خلال هذه الفتره، الرد دايما بيبقى بسيط. طبعا. من خلال الارقام، يمكن الارقام هي اللي بتبين ان ما يحدث من حملات خلال الفتره الاخيره ضد النادي الاهلي، الجهاز الفني او اللاعبين، الارقام بتبين الحقيقه من الخطا. طبعا يمكن الارقام بتاكد ان يعني هنعمل مقارنه كده ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك من بدايه شهر يناير منذ تولي لاسارتي النادي الاهلي مهمة تدريب النادي الاهلي، مقارنه ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري اللي هم الاربعه الاوائل في الدوري، هنلاقي ان النادي الاهلي مع لاسارتي لعب 17 مباراه. النادي الاهلي في يعني فاز في ال 17 14 مباراه، اتعادل ماتش واحد، خسر ماتشين، حصل طبعا النادي الاهلي الاكثر حصولا على نقاط، دي اول حاجه 43 نقطه. النادي الاهلي اهم نقطه، اقل نادي في الفرق كلها فقد نقاط، دي اهم نقطه. النادي الاهلي فقد 8 نقاط بس في 17 مباراه. نروح لنادي الزمالك لعب 13 مباراه بس من شهر يناير، اقل نادي لعب فيهم في عدد المباريات، ودي ملحوظه مهمه جدا. الموضوع تاني احنا بنتكلم فيه بعدين. فاز في 7 مباريات، اتعادل في 4، خسر في 2، حصلوا على 25 نقطه مع جروس. فقدوا كام نقطه نادي الزمالك؟ 14 نقطه في 13 مباراه، دي اهم نقطه. لكن النادي الاهلي فقد كام؟ 8 بس. النادي الاهلي اقل نادي فقد نقاط منذ شهر يناير. نادي بيراميدز لعب 16 مباراه، فاز في 10 مع رامون دياز، مع رامون دياز اتعادل 5، خسر 1، اخذ 35 نقطه، فقد كام نقطه؟ 13 نقطه. يعني نادي بيراميدز من شهر يناير فقد اقل من نادي الزمالك، يعني رقم 1 نادي الاهلي، رقم 2 نادي بيراميدز، رقم 3 نادي الزمالك. النادي المصري، النادي المصري بقى لعب 17 مباراه منذ تولي ايهاب جلال، فاز في 8، اتعادل في 7، خسر في 2، حصل على 31 نقطه، فقد كام نقطه؟ 20 نقطه، الاكثر فقدا للنقاط النادي المصري 20 نقطه. طب نسبه الحصول على النقاط من النقاط، الراجل لاسارتي ده جاب كام نقطه؟ 84.3%، 84% من النقاط بتاعته. جروز جاب 64%، دياز جاب 72%، 72.9 يعني حوالي 73، ايهاب جلال 60.8 يعني 61%. اذا النادي الاهلي مع لاسارتي الاكثر الحصول على الاكثر نسبه حصول على النقاط. طيب نسبه الفوز، النادي الاهلي الاكثر نسبه الفوز 82.3% مقارنه بنادي الزمالك 53.8%، نادي بيراميدز 62.5%، النادي المصري 47%. نيجي لاحرز اهداف، النادي الاهلي جاب 30 هدف، نادي الزمالك 23، نادي بيراميدز 32 هو الاقوى على مستوى الهجوم، يمكن النادي الاهلي قريب منه 30 هدف، نادي المصري جاب 24 هدف. طبعا ده في ال 17 مباراه منذ تولي مارتن لاسارتي الاداره الفنيه منذ شهر يناير، تمام، من السنه الجديده يعني. اذا الاكثر احرازا للاهداف هو نادي بيراميدز ب 32 هدف. معدل احراز النادي الاهلي، معدل احراز هدف في المباراه الواحده، ده بيحدد لك كل مباراه، كل 90 دقيقه كل نادي بيجيب كام جون. النادي الاهلي متساوي مع نادي الزمالك 1.7، نادي الزمالك نادي بيراميدز زي ما قلنا هو الاقوى هجوميا بمعدل 2، والنادي المصري 1.4. نيجي بقى للاقوى دفاعيا وهو النادي الاهلي، بتحكم ازاي ان هو اقوى دفاعيا؟ استقبل كام هدف وخرج كام مباراه شباكه نظيفه؟ على ان النادي الاهلي استقبل 9 اهداف بس في 17 مباراه. طيب كام خرج بشباكه نظيفه كام ماتش؟ 9 ماتشات من 17 ماتش. نادي الزمالك استقبل 14 هدف في 13 مباراه، نسبه عاليه طبعا، وخرج بشباكه نظيفه 4 مباريات بس من 13 مباراه. نعم. لكن نادي بيراميدز استقبل 16 هدف من 16 مباراه، يعني هدف في كل مباراه، خرج بشباكه نظيفه 6 مباريات بس. نادي المصري استقبل
17 هدف في 17 مباراة وخرج شباكه نظيفة 7 مباريات بس. إذن النادي الأهلي الأرقام بتقول أو المقارنة دي بتقول إيه؟ بتقول إن النادي الأهلي مع لاسارتي هو الأكثر حصولا على النقاط، ده رقم واحد. رقم اثنين إن لاسارتي الأكثر فوز على مستوى الأربع فرق الأوائل. رقم ثلاثة النادي الأهلي مع لاسارتي أقل فريق فقد نقاط، فقد 8 نقاط بس مقارنة بنادي الزمالك اللي فقد 14 نقطة ونادي بيراميدز فقد 13 والنادي المصري فقد 20. النقطة الرابعة ان نادي الاهلي مع لاسارتي هو اقوى خط دفاع، بدليل ان النادي الاهلي استقبل 9 اهداف بس وحافظ على نظافة شباكه 9 مرات. تمام، خلينا بقى نروح عايز تقول ايه تاني؟ ده يمكن ملخص اللي بيأكد ان لاسارتي يعني ايه مظلوم شوية، مظلوم وسط الضغط الاعلامي اللي عليه، وسط ان يعني الناس بصراحه في بعض الاعلام عامه بيجمل في بعض الناس، مجرد ان هو كسب مباراه او اتنين خلاص يحصل مجامله للراجل ده. لكن الراجل لاسارتي ده مجرد ان هو يعني كسب مباراه ما تحسش ان الراجل ده بيكسب، ما فيش اهتمام اعلامي بصراحه بلاسارتي تحديدا. فلا لما تسلط الضوء والارقام، الارقام ما بتكذبش بالظبط كده. عشان كده انا كنت مصمم النهارده ان حضرتك تكون موجود علشان تقول لنا الارقام. هذه الارقام زي ما بقول لك دايما لما تبقى في حملات كده موجوده فجاه بتلاقي طلعت فجاه، اهم حاجه ان انت تجاوب بمنتهى البساطه وبمنتهى السلاسه وبمنتهى الهدوء. الهدوء بيقول ايه او الارقام بتقول ايه؟ الارقام لا تكذب ولا تتجمل. صح، الارقام لا تكذب ولا تتجمل، وبالتالي دي ارقام مارتي لاسارتي حتى الان قبل مباراه سموحه بكره. وحضرتك لما بتيجي تقيم مدرب بتقيمه بالنتائج، كسب كام ماتش، اتعادل كام ماتش، خسر كام ماتش، بعد كده البطولات ان شاء الله. طيب، بطوله الدوري لما تيجي ياخد التقييم كامل باذن الله. خلينا ناخد عدد المحاولات للنادي الاهلي ايضا في كل المباريات او معظم المباريات. دي حاجه بقى مهمه جدا، يمكن الناس دايما بتتكلم ان النادي الاهلي بيروح فرص كتير، فرص كتير. عايزين نعرف عدد الفرص ده قد ايه منذ تولي لاسارتي. النادي الاهلي عمل كام فرصه منذ تولي لاسارتي في شهر يناير؟ عامل 195 محاوله على المرمى. رقم مهم جدا، دليل انت بتحكم على المدرب ان هو بيوصلك للمرمى. 195 محاوله في 17 مباراه. طب ايه ازاي بقى متقسمين ازاي ال 195 وجبنا كام هدف من ال 195؟ ده اللي هنقوله. يمكن اول مباراه كان ليه معانا لاسارتي مع بيراميدز، راح على الجون النادي الاهلي 7 محاولات منهم 2 صح، سجلنا اهداف واحد، هدف واحد بس. ايه نسبه التحويل الفرص لاهداف؟ دي حاجه اسمها الكونفرجن ريت. يعني ايه كونفرجن ريت؟ يعني انت رحت على الجون كام مره واحرزت هدف منهم كم، يعني احرزت كام هدف من كام فرصه. تمام، دي مهمه جدا. دي النسبه دي لو عندنا في النادي الاهلي عاليه ما كناش خلاص، كنت حسبت الدوري من بدري قوي. النسبه دي اهم، دي بتعتمد على التوفيق عند اللعيبه، بتعتمد على قراراتهم في الفينش في اللمسه الاخيره. ده في بيراميدز كانت 14.3%. طبعا نسبه ولا في ماتش واحد؟ لا في ماتش واحد، كل ماتش بالتفصيل. تمام، 14.3% نسبه طبعا قليله. تاني ماتش سموحه رحنا على الجون 10 محاولات على المرمى، عدد المحاولات الصحيحه 7، جبنا جون واحد بس، نسبه الكونفرجن ريت بتاعتنا 10%. مصر المقصه، مصر للمقصه دي فيها حاجه مهمه قوي، ان هو اقل مباراه رحنا فيها على الجون. نعم، اقل ماتش رحنا 6 محاولات بس، وفي نفس الوقت اكتر مباراه فيها كونفرجن ريت، اكتر مباراه حولنا الفرص رغم ان الفرص قليله سجلنا منهم، يعني رحنا على الجون 6 محاولات سجلنا 3 اهداف. نعم، بنسبه كونفرجن ريت بتاعتنا 50%، يعني سبحان الله لما كنا موفقين سجلنا 3 اهداف. نيجي بقى لماتش وادي دجله، رحنا 8 محاولات. ماتش انبي، على فكره ماتش انبي ده ثالث اكتر مباراه رحنا فيها على الجون، 16 محاوله. نعم، سجلنا فيها هدفين. ماتش حرس الحدود اقل مباراه راح بيها النادي الاهلي على المرمى 6 محاولات، سجل بيها هدف. ماتش الانتاج الحربي 15 محاوله، سجل هدف واحد بس. ماتش الداخليه 13 محاوله، النادي الاهلي سجل 3 اهداف في ماتش الداخليه. الجونه 12 محاوله، سجل هدفين من ال 12 محاوله دول. تمام، البتروجيت 14 محاوله او على المرمى، النادي الاهلي راح 14 مره، 8 منهم في المرمى او على المرمى، سجل اهداف 4 اهداف، وبالتالي نسبه اعتقد افضل نسبه موجوده. دي تاني اكتر نسبه فيها كونفرجن ريت، تاني اكتر. يمكن من 8 محاولات سجلنا 4 اهداف. وده اكتر مباراه سجلنا فيها اهداف، النادي الاهلي سجل فيها الموسم ده 4 اهداف قدام بتروجيت. خلينا نروح بقى البيراميدز 12 على دي بالنسبه لي مهمه جدا. نادي بيراميدز 12 محاوله على المرمى منهم 4 تارجت او اون تارجت، ومنهم ما سجلناش ولا هدف ونسبه تحويل الفرص. اهداف وبالتالي هي نسبه، احنا لو تفتكر اتكلمنا على هذه المباراه وقلنا المباراه دي ما تخلصش كده ابدا، ما تخلصش كده. يعني احنا خسرنا فيها ولكن رحنا على الجون 12 محاوله. اذا المجموع 195 على المرمى بنسبه
نسبة تحويل الفرص المؤثرة 15-4. في حاجة بس ملحوظة مهمة قوي. فضل. لو لاحظنا آخر مباراتين قدامنا على الشاشة، طلائع الجيش والنجوم، رحنا كم محاولة لطلائع الجيش؟ 17 محاولة على المرمى، جبنا 2. جبنا 2. النجوم 20 محاولة، جبنا 2. طب ده بيقول إيه؟ أكتر، يعني أكتر مباريات رحنا فيها على الجون آخر مباراتين. نعم. طب إيه السبب؟ دور على صالح جمعة. صالح جمعة طالما موجود وصلك للجون كتير جدا، صنع ألعاب مثالي للأمانة، ومجرد وجود صالح جمعة وصلنا في مباراة الجيش 17 محاولة والنجوم 20 محاولة. أعتقد أن السبب الرئيسي وجود صنع ألعاب مميز زي صالح جمعة. نيجي بقى للمجموع، وده أهم حاجة. عدد محاولات الأهلي على المرمى منذ تولي لاسارتي 195 محاولة في 17 مباراة، سجلنا كم هدف؟ 30 هدف. طب عدد المحاولات الاون تارجت منهم 86 من ال 195، بنسبه كونفرجن ريت كام؟ النتيجه النهائيه 15%. دي النسبه اللي هي احنا محتاجين نعليها في الخمس مباريات القادمه. دي اللي محتاج، لازم الكونفرجن ريت بتاعنا من ال 105، يعني انت من 195 محاوله جايب 30 هدف بس. يعني تخيل لو جبت نصهم بس، يعني من ال 200 كنت ده، يعني لو 50 جول من ال 30، حتى ربعهم، يعني ربعهم. يعني النسبه دي لازم ان احنا نشتغل عليها، نسبة التهديف، تحويل الفرص دي لأهداف، سواء بقى إهدار الفرص الكتير، الحاجات دي كلها لو طورناها في الفترة الجاية أعتقد النادي الأهلي هيمشي بقى في إيه؟ في الصدارة بإذن الله واللقب يعني. عموما ده كان رد بسيط، لغاية برضو بكرة هنكمل بقية الردود اللي عندنا دكتور أحمد، ولكن كنا محتاجينك تبقى موجود معنا النهاردة عشان هذا الرد. أهم حاجة الأرقام بيني وبينك. طبعا الأرقام بتبين ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده، هو الكلام اللي الناس بتقوله ده دلوقتي جمهور النادي الأهلي، لأنه جمهور واعي وبيفكر وبيعرف يفكر ازاي، هيبص بقى يقول لك ايه بعد ما تقرا، بعد ما الكلام اللي حضرتك قلته ده هيشوف الارقام دي ويقول بقى نستنى نشوف بقى الخمس مباريات القادمه، وعلى هذا الاساس نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده باذن الله. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته غدا. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على وجودك النهارده، معلش جبناك من بورسعيد، ولكن بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا، وبسعد دايما بالتواجد مع حضرتك يا ربنا يخليك يا دكتور. خلينا برضو نطلع فاصل او بلاش فاصل، خلينا نروح نشوف تقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لمباراته غدا امام نادي بكره الاهلي عنده سموحه معلش دماغي. اهم استعدادات النادي الاهلي لمباراته غدا امام نادي سموحه، بعد كده نرجع بقى نستقبل ضيوفنا الكبار كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد حشيش، عشان نتكلم معاهم عن مباريات النادي الاهلي في الفتره القادمه. بعد هذا الفاصل نجوم مصر في ملعب الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في الجزء الاخير من هذه الحلقه. النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد، ازيك كابتن؟ مشرف ومنور. كابتن اسلام كل سنه طيب. واسفين على الاطاله لان النهارده كان يوم دسم شويه، بقى لنا فتره ما طلعناش. فيعني متابعينك شويه احصائيات جميله، ولازم تبين للناس الموقف الموقف النادي الاهلي مع بقيه الفرق والاحصائيات اللي انت عملتها الحقيقه اكثر من ممتاز، عشان الناس كلها تعرف المواقف النهائيه بالظبط كده. ودايما حضراتكم لما بيبقى في وقت للانتقاد بتنتقدوا، ولا يا كابتن شريف؟ اهلا بيك. ازيك كابتن؟ اخبارك ايه؟ تمام طيب. كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله، وحشنا جدا. واسفين طبعا على الاطاله، ولكن زي ما قلت لحضرتك موضوع، يعني موضوع الحكام ده موضوع مهم جدا، ان النادي الاهلي دائما خلال الفتره اللي فاتت كان بيتعرض للظلم، ولكن تبقى النزعه الوطنيه داخل المؤسسه الوطنيه مؤسسه النادي الاهلي دائما خلف حكامنا المصريين. لان كانت ناس كتيره جدا بتسالني عن التحكيم المصري، وليه ما بتجيبوش، او ليه النادي الاهلي ما بيجيبش تحكيم اجنبي وكذا وكذا وكذا، فكان واجب ان احنا نقول للناس لماذا يحدث ذلك، بالاضافه طبعا لموضوع المؤجلات، وبالاضافه ايضا لموضوع مارتن لاسارتي، يعني برده كلام مهم جدا اتقال. طبعا يعني فاسفين على الاطاله. يعني الحقيقه احنا بنتمتع زي ما قال كابتن ابراهيم، احنا واحد كلنا يعني طبعا، وانت انك انت بتاخد الدور ده برضو هدك عليك يعني، ومجهود كبير يعني انت بتبذله انت والاخوه اللي بيكونوا موجودين معاك من احصائيات او تحكيم او اي شيء الحقيقه. فاحنا بالعكس احنا بنبقى قاعدين حابين ان احنا نشارك في الحكايه دي. بس اسفين يا كابتن حشيش، وبنستفيد برضه يعني بنستفيد واحنا قاعدين بره. ربنا يخليك يا كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. يعني زي ما قلت لحضراتكم كان ثلاث اربع مواضيع مهمه جدا ان احنا نلفت النظر. احنا ما بنعملش اي حاجه غير ان احنا بنبين او بنوضح لحضراتكم، وعلى جمهور النادي الاهلي ان يفكر، لان جمهور النادي الاهلي من الجماهير الذكيه جدا يا كابتن ابراهيم، اللي بتعرف انت بتقول ارقام وبتقول احصائيات وبتقول حاجات حصلت وبتقول فيديوهات. صحيح. فبالتالي حقائق كلها، حقائق كلها، ليست امور اخرى يعني. لا، والجمهور بتاعنا الحقيقه واعي وعارف الموقف اللي فيه النادي الاهلي، وهو دايما على مر السنوات سواء انا او الاخوه الزملاء الكباتن
بيقف قدام الاهلي في جميع المواقف. يعني ده بنعتبره اللاعب رقم واحد مش اللاعب رقم اثنين. فاحنا جمهورنا لازم يبقى على وعي وعلى يبقى ادراك، وان احنا بنتابعه دايما بالمعلومات وبالاحصائيات اللي انت عملتها، سواء الظلم في التحكيمي اللي احنا ما بنعترضش عليه ولا بنقول ان حد متعمد ان هو يحسب علينا او ما يحسبش، وكمان الاحصائيات النتائج بتاعت مايتن لاسارتي معانا والنتائج اللي عملها من ساعه ما جه. الحقيقه الراجل مظلوم، الناس كلها ظلماه، لا بيحقق نتائج جيده جدا في الدوري العام. في طبعا في الدوري العام، والحقيقه ماشي بطريقه كويسه، ومجموعه لعيبه معاه الحقيقه بيأدوا الحاجات اللي مطلوبه منهم. الحقيقه يعني منظومه كلها متكامله يعني، وبيبقى لها تفسير يا كابتن ابراهيم، يعني التفسير لمشاكل والاحصائيات دي بيبقى لها تفسير لحاجات كتيره، يعني اهتزاز مستوى معين، ارتفاع في مستوى معين، نتائج معينه. الاحصائيات دي برضه بتبين يعني بعض الحاجات المهمه للناس، لان الناس بتحب تعرف. هو ده ما بقتش زي الاول يعني. عشان كده حضرتك حتى بتقول لي انا استغربت جدا من الاحصائيه دي، ما كنتش واخد بالي. يعني طبعا كلنا ما حدش كان واخد باله من هذه الاحصائيه. بقول لك احنا والله احنا ما قعدناش تقريبا بعد الفطار على طول عملنا الموضوع ده، لكن احنا لو قعدنا بقى وقت اطول هنجيب قد ايه اخطاء تحكيميه اثرت بشكل سلبي على التحكيم. ولا نقصد شيء، احنا متاكدين ان هو اخطاء غير مقصوده يا كابتن شريف، ولكن في النهايه بتؤثر بشكل سلبي. كل اللي احنا محتاجينه العدالة التحكيمية خلال الفترة القادمة، سواء من الحكام لكل المباريات بالمناسبة. طبعا مباريات النادي الاهلي الاهم، ولكن بالنسبة لنا كل المباريات العدالة التحكيمية مطلوب فيه. مظبوط يا كابتن. وعايز اقول لك على حاجة، هو النادي الاهلي كمان اداؤه بيفرق كتير قوي في المباراة. يعني انا النهارده لما بتفرج على ماتش طلائع الجيش اول هاف تايم، احنا ممكن نكسب 6-7 بالظبط. مش هتكلم على اخطاء تحكيميه ولا هتكلم على حاجه، انا بادائي اقدر الغي اي حاجه، وبيبقى الحكم كمان انت بتساعده الحقيقه. انما لما بتزنق الحكم في قرار 50-50 وهو بيرجع ياخد اذا كان في صالحك او في ضدك، دي بتبقى موجوده في كل الماتشات. طبعا على فكره انا اخترت كمان اربع حكام اللي هم حكام النخبه او الاسماء الكبيره جدا في مصر دلوقتي، واللي بتحكم مباريات كبيره ومهمه سواء في مصر او بره مصر، ولكن عندهم اخطاء برضه. لكن كل اللي مطلوب منهم الفترة اللي جاية أو من الحكام تحديدا في مصر التركيز، لأن ده 5 مباريات قادمة تفرق. تفرق بطولة سواء فوق أو تحت. أنا بتكلم بشكل عام يعني عموما يعني بطولة. لأن طبعا النتائج النهاردة شايفين كذا فرقة تحت قريبين من بعض قوي قوي، يعني أي غلطة في ماتش تحكيمية ممكن تطلع فرقه وتنزل فرقه. بس يعني النهارده كله حشيش، لازم تاخد حقك كمان يعني. طبعا طبعا حقك ده اهم حاجه في الدنيا. ما يبقاش يعني في كوره نفس الكوره في مباراه قبلها تحس مثلا ضربه جزاء، تحس فاول، في طرد، انا ما رضيتش اجيب الحاجات دي. يعني في كارت، في طرد، الحاجات المشابهه. احنا كل عايزين حته العداله بس اللي هي موجوده بين الفرق كلها. اللي انت بتقول عليها وكل الفرق على فكره، مش بس النادي الاهلي يعني. هو كمان يعني برضه لازم نديهم حقهم، يعني زي ما في ضغوط على مجالس الادارات وعلى الاجهزه الفنيه وعلى اللعيبه، برضه في ضغوط على الحكام. طبعا المواقف حساسه سواء فوق في المنافسه على المراكز الاولى. لا معلش يا كابتن ابراهيم، بس عايز اقول لحضرتك حاجه، ما هي الضغوط دي ما تجيش مثلا حساب النادي الاهلي. لا ما انا لسه ما كملتش تعب سنه كامله. هو النادي الاهلي علشان واقف في ظهر الحكام المصريين وعشان هو مؤسسه وطنيه وعشان كذا وعشان كذا. وبالمناسبه انا لا اصادر على اي حد بيطلب حكام اجانب، كل واحد من حقه كمجلس اداره ان هو يختار الافضل لفريقه. دي الضغوط بقى اللي بيقول عليها كابتن ابراهيم. اتفضل يا كابتن ابراهيم. في ضغوط بس برضه حته العداله التحكيميه لازم هم يبقوا حريصين عليها جدا. المواقف حساسه جدا سواء فوق او تحت، يبقى فعلا العداله التحكيميه مطلوبه والماتشات حساسه. واحنا من هنا انا بطلب الماتشات الحساسه اللي هي فيها تقارب لازم تتعمل في وقت واحد. صح، برافو عليك يا كابتن، ده اللي انا قلته. في وقت واحد. هو انا عايز اطمنك بس للجزئيه دي، انت شايف النهارده عشان رمضان كله هيتلعب في وقت واحد؟ يعني النهارده الماتشات كلها اللي بتتلعب كلهم تويت واحد ساعه؟ كابتن حشيش انا عايز اسالك عشان رمضان، لكن انا هسالك في الموضوع ده لانه موضوع مهم جدا، ولكن نروح نشوف اهم او اخر اخبار تدريب النادي الاهلي. لسه تدريب النادي الاهلي خلصان من شويه، نعرف ماذا حدث في تدريب النادي الاهلي من زميلنا كريم احمد. كريم ازيك؟ كل سنه وانت طيب. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، كل سنه وانت طيب، وتحياتي ليك وتحياتي لنجوم الاستوديو التحليلي، ورمضان كريم عليك وعلى كل جمهور النادي الاهلي. الله اكرم. ولنا اخر اخبار بقى تدريب النادي الاهلي النهارده. بالفعل يا كابتن اسلام، بيختتم النادي الاهلي استعداداته بكل قوه ومعنويات مرتفعه بشكل كبير لكل اللاعبين والجهاز الفني للمباراه المرتقبه المنتظره، مباراه سموحه، مباراه فنيه اللي هي حسابات خاصه للجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي اللي شغال بشكل كبير يا كابتن اسلام خلال الايام الماضيه على
جزء تكتيكي بشكل كبير، بيركز كمان على الاطراف. النهارده يمكن بنشوف التدريب تصويب على المرمى واكثر من مره، بيتكلم مع السوليه، بيتكلم مع صالح حجوم، مع احمد فتحي، التصويب على المرمى تقيدونه بشكل كبير، قال لهم عندكم قصور في هذا الامر، بتتيح لنا اكثر من فرصه خلال المباريات، عندنا نقص شويه فيها التصويب. النهارده بياكد على هذا التدريب، وامس كمان كان تدريب على التصويب، العرضيات والفرصات والتخطيطات العكسيه. اوقف المران النهارده اكثر من مره في ثلث ملعب، كان بيحاول ان هو يعمل جزء تكتيكي، التخطيطات العكسيه بيركز عليها بشكل كبير جدا احمد فتحي وعلي معلول. النهارده اوقف المران اكثر من مره في توجيه، يمكن في تركيز كبير في زين ونص. وكابتن شريف طب كان بيغششني حاجه دلوقتي على مروان محسن، مين تقول لنا ال 20 لاعب اللي هيكونوا متواجدين ولا لسه؟ لسه كابتن اسلام، يمكن انا متواجد قدام يمكن جهاز الكوره طبعا كالعاده، لكن من الواضح ان لعيبه النادي الاهلي هتتحرك 12 وربع، 12 وربع يبداوا يتحركوا هنا، والقائمه هتطلع كمان الساعه 12 وربع، لكن احنا بنحاول طبعا في المحاولات ان شاء الله، والهوا شغال معاك يا كابتن اسلام ان احنا يكون معانا كالعاده قائمه النادي الاهلي قبل طبعا المواقع كالعاده، ان شاء الله تكون معاك القائمه الخاصه النهارده بمباراه الاهلي والسموحه. لكن بشكل عام جرعه تدريبيه النهارده كانت قويه جدا لمستر مارتن، كابتن طارق سليمان كالعاده تدريب الحراس، التركيز الكبير للشناوي ورامي وعلي لطفي، جديه كبيره جدا. لكن بناكد على جاهزيه ناصر ماهر، ناصر ماهر النهارده كان في اختبار طبي كان هيتعمله النهارده قبل المران، ناصر كان عنده كتمه قويه في وجه القدم اشتكى منها وما كانش متدرب امس في المران، النهارده بيعلن جاهزيته يشارك في التدريب بالكافي، تدريبات الكره شارك فيها بكل جديه. لكن بشكل عام في تركيز كبير واصرار شايفينه يا كابتن اسلام مع لعيبه النادي الاهلي، مع الجهاز الفني، الدعم الكبير والمسانده المستمره من كابتن محمود الخطيب. مروان النهارده مروان محسن اتمرن ولا لا يا كريم؟ اتمرن يا كابتن اسلام النهارده، اتمرن التدريبات الجماعيه؟ اتمرن التدريبات الجماعيه، تدريبات الكره. يمكن الغيابات خلاص تتلخص بسعد سمير وكريم نجد، يمكن خلاص رجع احمد علاء كمان، كان احمد علاء وعمرو جمال الوحيد طبعا اللي لسه بيأهل تأهيل بسيط، لكن الاصابات المطوله طبعا هي سعد سمير وكريم نجد. رجع احمد علاء اللي كان بيشتكي من العضله الخلفيه، تم تأهيله وتجهيزه جاهز ان شاء الله في المرحله القادمه، خلاص الاصابات قلت بشكل كبير. حسام عاشور يعني حسام عاشور الكل متواجد، يعني النهارده يمكن كل متواجد كبير في المحاضره الاولانيه، حتى كابتن محمود الخطيب متواجد. بالظبط، يمكن ده كمان امر مهم جدا وكان له تاثير يا كابتن اسلام على اللعيبه، ووجوده اجتمع باللعيبه كده طبعا قبل المران امس كان كلام مهم جدا للعيبه، طالبهم بالتركيز بشكل كبير. خلاص المرحله هتنتهي ان شاء الله خلال الايام القادمه والاسابيع القادمه، بطوله الدوري العام ان شاء الله عندنا هدف، واللعيبه كمان استجابت بشكل كبير ووعدت الكابتن محمود الخطيب ان احنا نستمر على الاداء، نستمر على الجديه، ونستعيد سلسله الانتصارات، لان كابتن بيو برضه ربط كمان بجمهور النادي الاهلي، قال الجمهور مستني البطوله دي ان شاء الله تدخل من خلال البطولات ويحافظ عليها النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي باذن الله. كابتن اسلام ان شاء الله بكره يكون يومنا، يكون يوم النادي الاهلي ان شاء الله برضه كالعاده، من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي بندعو كل الناس، كل جمهور النادي الاهلي في الكواليس معاك لحظه بلحظه ان شاء الله كابتن اسلام، من الفندق لملعب المباراه، وان شاء الله بعد المباراه يكون لينا فرحه رمضانيه مع لعيبه النادي الاهلي وجهاز الفني. اخيرا يا كريم، اول ما هتجي لك الاسماء بس بعد اذنك تبعتها لنا، او يعني نجي لك مره اخرى علشان نعرف من هي قائمة النادي الأهلي لمباراة غدا إن شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا كريم أحمد من ملعب تدريب النادي الأهلي، ملعب مختار التتش طبعا، وقليل إن شاء الله هنقول لحضراتكم قائمة النادي الأهلي لمباراة غدا. كابتن إبراهيم، مباراة مهمة، مباراة صعبة، مباراة نادي سموحة. أنا بس كنت عايز أسأل الكابتن حشيش، هو هل هناك قانون معين علشان ألعب المباريات في وقت واحد، ولا ده حاجة بتبقى يعني وديه من الاتحاد بيعملها، ولا هو ده قانون ملزم؟ لا لا، مفيش قانون ملزم ليها، هي مش قانون ملزم، هي بس أوكي. لحساسيه المباريات اخر اسبوع بس ولا اخر اسبوع بالتحديد، المباريات اللي بتبقى فرقها يعني قريبه من بعضها او تقريبا يعني زي بعض، يعني اخر اسبوعين ثلاثه ولا اخر اسبوع فقط؟ اخر اسبوع يعني انما هي جت بالصدفه في رمضان. سبحان الله، سبحان الله. وهو خلي بالك، انا اعتقد ان القصه هتتحسم خلال يعني المباريات اللي جايه دي على طول. انت بتتكلم النهارده على يعني لو هتكلم بس حاجه سريعه كده، بتتكلم على فرق، لو هنستبعد مثلا النجوم والداخليه، من ال 11 لل 16 فرق 3 بونت، فرق صح. ماتش يعني ماتش يطلعك من ال 16 تبقى العاشر او ال 11، فهي الفتره اللي جايه دي، وكل فرقه خلاص احنا بنتكلم كل فرقه فاضل لها حوالي 3 مباريات. بطوله افريقيا برضه على فكره خلاص شكل الضغط كامل، هم عايزين يخلصوا، عايزين يخلصوا، بس غالبا كده اعتقد بقى ما نشوف اللي هيحصل الفتره اللي جايه. فانت بتتكلم على ان يعني غالبا الماتش الجاي واللي بعده هتبتدي تبان بشكل كبير قوي، بالذات المنافسه في القاع في الهبوط،
انما يمكن القمه لسه ممكن تاخد وقتها شوية. طيب كابتن ابراهيم خليني ابدا بحضرتك في المباراه بكره، مباراه مهمه، مباراه صعبه، كيف يفكر مارتن لاسارتي في مباراه غدا؟ هو عاده نتكلم عن سموحه الاول وحسام حسن لما بيمسك فرقه بيلعب ازاي قدام النادي الاهلي، غالبا كل ما بيلعب قدام النادي بيلعب ضاغط على النادي الاهلي في نص ملعبه، في نص ملعب النادي الاهلي، نص ملعب النادي الاهلي الامامي، لان عارف ان النادي الاهلي بيحضر من ورا وعارف اجاده اللعيبه حته التسليم والتسلم وتغيير المراكز، فبالتالي هو بيضغط على النادي الاهلي في نص ملعب النادي الاهلي. احنا عشان نقدر نلغي الخطه بتاعته لازم العب عليه اولا التحضير يبقى باقل عدد من اللمسات عشان ما يقدرش يضغط علينا، ونستغل حته الضغط علينا ان هيبقى في ثغرات عنده في خط النص او في خط الدفاع نقدر نستغلها بالهجمات السريعه، يبقى التحضير بتاعنا يبقى باقل عدد من اللمسات بحيث نقدر نوصلها من خط الدفاع لخط الوسط لخط الهجوم باقل عدد من اللمسات، وكده نقدر نستغل الثغرات اللي هتحصل من الضغط اللي هو هيعمله علينا في نص ملعبنا. نعم. لو حصل كده يبقى احنا هنقدر نسجل في اقرب فرصه من الوقت من الاوقات الاولاني، لو قدرنا نسجل هدف بدري هنحط لهم المشاكل في برضو الهدف المبكر. هدف المبكر تفرق كتير قوي. حته تضييع الاهداف اللي احنا بنقول عليها طبعا لازم يبقى في فتره تخصصيه في الملعب لكل المهاجمين لاستقبال الكور اللي من الجنب ومن التصويب، وانا سامع ان دلوقتي المراسل بتاعنا في النادي الاهلي بيقول اعتمدوا على الحاجات اللي بالعرض لازارد والتصويب من البعيد عشان نقدر نستغل الفرص اللي بتضيع مننا. لو قدرنا نعمل اقل عدد من التمريرات في التحضير بتاعنا ونوصلها لخط الهجوم هنقدر ناذي نادي سموحه بدري وهنقدر نتحكم في رتم المباراه زي ما احنا عايزين، وهنستغل الضغط اللي هيحصل علينا لمصلحتنا ان شاء الله باذن الله في الماتش بتاع بكره. تمام. كابتن شريف كيف يستعد النادي الاهلي؟ مش استعدادات فنيه، نفسيا ازاي؟ هو نفسيا تبقى مرحله مهمه جدا مباراه بكره دي، يعني عندهم فرقه هيلعبوها زي ما قال كابتن ابراهيم، عندهم مدرب بيعرف يقدر يدير مباراه باي مجموعه بتبقى عنده، هو بيضع البصمه بتاعته في الاداء نفسه، فهو بيعتمد على اللياقه البدنيه الكبيره مع اي فرقه هو بيشتغل معاها. سموحه من الفرق اللي عندها فنيات عاليه كتير قوي، عندها لعيبه بتقدر تهدد اي فرقه وبتقدر تجيب اجوال وتقدر تلعب من الاطراف، تقدر تلعب بالكرات الطويله ويبقى في ناس من نص الملعب بتكمل وبتفتح تحضيرات، انت كل ده متعود عليه طول السنه الحقيقه مع اي فرقه، حتى لو كابتن ابراهيم بيقول ان هم هيضغطوا عليك في اول 10 دقائق انت من اسرع الفرق اللي بتقدر تترجم الكوره من على الاطراف ومن نص الملعب، وخاصه صالح جمعه بقى موجود فبقى بيقدر يعمل حاله انتقال من الكوره من نص الملعب للفرود او الباك المتقدم، عندك رتم في المباراه، عندك سرعات من المباراه. انا شايف ان تحركات لعيب النادي الاهلي على سؤالك انت لو سهلوا على بعض المهمه بكره وحصل السويتشات وحصلت المحطات زي رمضان صبحي ما كان بيستلم الكوره بيقدر يفتح مساحات لعلي معلول او هو بيتوغل لجوه بيعمل الوان تو مع اي فرود هيلعب بكره، يعني اعتقد ان التحركات هي اساس المكسب بكره، اساس تسهيل مهم على اللعيبه على بعض، يعني ما ينفعش انا رمضان صبحي ابقى ماسك الكوره ومستنيين يعمل الكوره اللي هي الغزوه اللي هي لازم اطلع انا من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين، هو بياخد الكوره من 18 ل 18 من 18 ل 18 مطلوبه الحقيقه في وقت من الاوقات طبعا ان هو يهز ثقه الفرقه اللي انت بتلعبها، مطلوب ان يبين امكانياته اذا كان هو في لياقه بدنيه عاليه زي ما هو بيلعب، انما مطلوب كمان تحركات تسهل المأموريه عليه، اثنين سويتشات بتعمل، يعني احنا شفنا الجون اللي جابه الماتش اللي فات الكوره جايه من ناحيه اليمين اصلا عشان تتنقل لغايه لما توصل له عشان هو يعمل الدريبلينج بتاعه ويعمل زي كل مره بيطلع لبره، لا بيخش جوه المره دي وبيشوف الجول وبيبعت الكوره في الجول، ما عملهاش مره لا عملها اكتر من مره مرتين ثلاثه، حتى صلاح محسن لما نزل كرر نفس الكوره وجات له نفس الفرصه وكنت ممكن تكسب بعدد كبير، بس هو اللي حصل في المباراه اللي فاتت ان انا ما زال عندي اختراقات بتحصل ناحيه الدفاعات وبتهدد بثلاث اربع خمس كور، انا مش مطلوب مني حاجه زي كده، انا مطلوب التامين نفسه يكون شكل اللعيبه مركز تماما في الماتش بكره ان هو ما يخشش فيه هدف طول 90 دقيقه. انا اعتقد اللي بيلعب على الهدف اعتقد ان الخمس مباريات القادمه هتشوف تركيز مختلف يا رب ان شاء الله واكتمال. حتى انت قلت لي انا كنت في الماتش وشايف التركيز عالي جدا، يمكن زياده التركيز يا كابتن هي اللي مخليه عايز ارجع انا وانت في نفس الحته. اللعيبه كويسين جدا
وبيخترقوا كويس جدا، اذا كان من الشمال او من اليمين. حته بقى الفينش اللي انا وانت متفقين عليه، الثقه بقى اللي هي ان شاء الله الظهير الاخرانيه لو ازارو لاعب يكون متوفق فيها ومركز ان شاء الله، ما لعبش ازارو اللي هيلعب مكانه، خدت بالك برضه يكون مركز انه يثبت. يعني صلاح محسن ما لعبش شويه قليلين المره اللي فاتت، دخل على الجون ودخل لغايه خط السته وكان ممكن يحرز اهداف. مظبوط، يعني في اختراقات وفي الحته اللي انت بتقول عليها النادي، هو ده الاهم، ده الاهم في الوجود، ان انا لازم الثلاث نقاط باذن الله. بالظبط كده كابتن حشيش برضه. وانا بتكلم كابتن شريف غششني مروان محسن وعايز اعرف عوده عاشور ومروان محسن وناصر ماهر، هذا الثلاثي برضو اعتقد وجوده هيفرق كتير اكيد، سواء جوه القائمه او يعني مجرد وجودهم في الملعب. بص، هو وجود اي لعيب خلال الفتره اللي جايه مهم قوي. اهم حاجه خلال الفتره اللي جايه الحمد لله ان كل اللعيبه دلوقتي بقوا موجودين، سواء دلوقتي مثلا اللي بيغيب ماتش ولا حاجه بيبقى موجود الماتش اللي بعده. نعم. فهو راجل عنده كم من اللعيبه، بس هو عنده قناعات انا شايف بناس معينه وبيحاول يثبت التشكيل، وهو عنده حق في الحته دي. ده كنت حضراتكم بتطلبوا طبعا، بتطالبوا بيه. عنده حق في الحته دي ان عشان يحصل انسجام. يمكن انا بقول ان بعض اسباب فقد الكرات او الاهداف او ضياع الاهداف خلال الفتره اللي فاتت دي ممكن يكون التغيير شويه في بعض اللعيبه، يعني حته الانسجام مطلوبه قوي في برضو احراز الاهداف. انا شايف من خلال الاحصائيات اللي كنت قاعد وسمعت ان احنا مع لسارتي 195 محاوله على جايبين 30 و86 جوه الثلاث خشبات، فانت ما عندكش مشكله في الوصول. انت لو تشوف الماتشات الاخيره اللي لعبها النادي الاهلي بما فيهم ماتش بيراميدز، احنا بنوصل كتير جدا. شوفوا ضيعنا قدام بيراميدز اللي اتغلبنا الماتش فيه ده، واصلين كتير قوي للجون، سواء مع فرقه صغيره فرقه كبيره، حتى مباراه الزمالك اللي هي كانت في اجواء صعبه احنا وصلنا اكتر من مره لجون الزمالك. المشكله دلوقتي هي بس في موضوع التركيز، وبعدين اي فرقه هتلعب النادي الاهلي دلوقتي هتلعب على عامل الوقت، لان عارفه ان النادي الاهلي لا بديل عن الثلاث نقاط. مظبوط. فكل ما الوقت بيعدي وخصوصا لو الشوط الاولاني انتهى سلبي، النادي الاهلي بينزل متوتر اكتر، اعصابه برضو يعني بيلعب تحت ضغط، فهو الفرق هتستغل الحته دي ان مفيش اهداف للنادي الاهلي في الشوط الاولاني، الشوط الثاني يبتدي يستحوذ النادي الاهلي، هيتسرع اكتر، ممكن تتفتح خطوطه، ممكن يلعب على الحته المرتده. حسام حسن في كل مبارياته في اي نادي بيروحه دايما بيلعب مع الفرق الكبيره ضغط، فهو هيلاعب النادي الاهلي انا اعتقد بكره هيملى نص الملعب كويس قوي، استحواذ ويضغط في الاماكن المختلفه. احنا لازم يبقى في سيناريو للكلام ده من البدايه، وبعدين برضو يعني هفضل اقول كل مره مفتاح النادي الاهلي هو احراز هدف مبكر يشيل الضغط العصبي منه، وفي نفس الوقت يقدر اللعيبه ما تبقاش متسربعه بقى، اما يبقى مثلا قدام الجون شايفين ازارو اكتر من مره قدام الجون بيبقى في سنه صربعه، الصربعه دي نتيجه للضغوط. اعتقد وانت كسبان واحد بتبقى الضغوط اقل شويه ان انت تقدر تركز وتحرز اهداف. تمام. يعني كابتن ابراهيم كيف بقى يتعامل مارتن لاسارتي؟ حضرتك قلت لنا ممكن حسام كابتن حسام حسن يضغط من الامام وكذا، كيف يتعامل لاسارتي بقى على الجانب الاخر؟ هو اولا احنا عندنا مراكز جيده جدا، الاطراف بتاعتنا علي معلول او احمد فتحي او محمد هاني اذا كان هيلعب ده او ده، يعني لسه ما جناش التشكيل، عندنا اطراف بيجيدوا الكرات العرضيه. ادي نمره واحد عندنا في الاسلحه بتاعتنا. نعم. عندنا صالح جمعه الحقيقه ما شاء الله الله اكبر، المستوى في ارتفاع مستمر، كل ما بياخد كل ما مستواه بيزيد جدا، واسيست اكثر من رائع في توصيل الكره للمهاجمين. يبقى احنا عندنا اكتر من حاجه، اللعب على الاطراف بحيث نستغل الاطراف بتاعتنا الجيده مع 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 الاستعمال الجيد للكرات العرضيه من ازارو او من اللي هيلعب تحت ازارو. ثاني حاجه المهاره الفرديه، الحلول الفرديه مطلوبه نظرا هيبقى فيه كثافه عدديه زي ما بيقول الكابتن حشيش، هيعمل لنا كثافه عدديه في نص الملعب بحيث يضيق المساحات علينا بحيث ما نقدرش ننقل الكره للمهاجمين. يبقى فيه الكرات العرضيه نمره واحد، نمره اثنين الحلول الفرديه من اللعيبه الجديدين زي ما انتوا بتقولوا دلوقتي، الحمد لله الحقيقه المستشفى ما بقاش فيها حد دلوقتي، فبقى عندنا لسه فاضل سعيد، فبقى عندنا
كريم نيدفيد وسعد سليم. المهم عندنا اسلحه كتير دلوقتي، يعني ممكن التغييرات ممكن تعمل مفعول كتير. نمره ثلاثه التصويب من خارج ال 18، ودي الحقيقه بتنقصنا لعيبه النادي الاهلي، قليل جدا اللي بيصوبوا من خارج ال 18. نمره اربعه اللي انا برضه اركز عليها الكرات الثابته، ودي أيوة. بتخلص ماتشات سواء الكورنر او الفاولات اللي من خارج حدود ال 18، ودي من الحاجات الجيده جدا اللي بيوجدها لعيبه النادي الاهلي، لازم نستغلها في ماتش بكره ان شاء الله. لو قدرنا زي ما بيقولوا برضو الاخوه الزملاء، قدرنا نسجل جون بدري هنصدر المشكله وهنزيل الضغط، هنصدر المشكله للاعبي سموحه وهنزيل الضغط عن لاعبتنا بحيث يقدروا يلعبوا باريحيه ويقدروا يطلعوا اللي عندهم، لان هم برضو الحقيقه ضغوط عليهم، يعني ما نقدرش نشيل حته الضغوط من على اللعيبه، حاسين بالموقف اللي هم فيه وما عندناش رفاهيه اضاعه النقط. لازم احنا قلنا لازم الامور بايدينا احنا، ومالناش دعوه بالنوادي الثانيه. لو احنا كسبنا الماتشات بتاعتنا كلها يبقى احنا ان شاء الله بطوله الدوري بتاعنا، بطوله الدوري بتاع العام بتاعتنا. يبقى كل ما هنسجل بدري كل ما الضغوط هتتشال وكل ما اللعيبه هتلعب باريحيه، فكل ما هنلعب ضغط على المنافس بحيث ما نقدرش نخليه يستفيد من الضغط علينا، يبقى احنا اللي نضغط عليه مش هو اللي يضغط علينا، هنصدر له هو المشكله وهنقدر نستفيد من القصه دي. تمام. كابتن شريف، كالعاده احمد فتحي او محمد هاني، علي معلول او محمود وحيد، اي من الاربعه دول بيلعب بيؤدي دوره بشكل متقن جدا جدا خلال الفتره الاخيره الحقيقه، ولكن دور الاثنين بقى اللي في وسط الملعب بيبقى دور محوري ودائما بيكون سواء من الناحيه الدفاعيه او من الناحيه الهجوميه. كيف يمكن استغلالهم بقى في مباراة غدا، خصوصا ان هيبقى في زحمة كتير في وسط الملعب؟ والله هقول لك على حاجة يا اسلام، لازم حمدي فتحي وعمرو السولية يدوا حرية صالح جمعة في الاستلام وما يعملولوش بلوك معاه في نفس الحتة. يعني انا مش الماتش اللي فات كنت بشوف ان هو عايز يتحرر وينزل حتى لغايه تحت يستلم هو كده، اوقات كتير اوقات كتير بيعمل كده، ده مجهود زياده اعتقد، مجهود زياده. وبعدين لما بعد النفسي وعايز اعمل التمريره اللي هي لاي سويتشات داخله او اي سرعات بتبقى موجوده عندك في الفراوده، عايزين تبقى المساعده اللي انت اتكلمنا عنها كلنا، اللي هي انا النهارده بوسع الملعب للعيبه اللي هي صاحبه الكوره اللي تقدر تبني ناحيه اليمين زي ما انت قلت، اذا كان فتحي او هاني او معلول او محمود وحيد، هما الاثنين دول بيطلعوا دايما حسب اشاره رمضان صبحي وعمرو سوليه وصالح جمعه، الثلاثه دول هم اللي بيدوا الاشاره لاي خط عندنا من الخلف اللي هو بيتحرك على اساسه على حسب استحواذه ازاي على الكوره. انا بشوف ساعات مسلسلات مسلسلات 1 2 3 ومسلسلات برضه مسلسلات دول مسلسلات. احنا عايزين بكره، احنا عايزين بكره مسلسلات جوه الجول. جوه الجول. انا عايز ثلاث اربع مسلسلات يعني جوه. ف الحقيقه نص الملعب هو اللي بيبقى صاحب الريتم بتاعنا وصاحب الايقاع بتاعنا، وان كان صالح جمعه الحقيقه عاملنا شكل شكل فرقه كبيره الحقيقه، بتستغل القوه اللي عندها، اذا كان حتى لما بينزل جيرالدو عنده سرعات كبيره قوي بتفتح النفس قوي لصالح جمعه ان هو يدي له الكوره او يدي لغيره اللي هو بيقطع، او بتدي حريه لرمضان صبحي انه مبقاش ما فيش حد بيركز عليه قوي، فبتلاقيه بتحس بيلعب حر على طول. صحيح. طول الناحيه الشمال وده بيساعد كمان علي معلول في الانطلاق من جنبه باشاره برضه باذن رمضان صبحي، هو اللي بيفتح البواب الجيت اللي بيقول له انت هتطلع من دلوقتي ويقدر يعمل العرضيات. عايزين بقى عمرو سوليه يكون احسن من الماتش اللي فات، زي بيكمل في ال 18 وزي ما زي ما بيقولوا اتمرنوا على التصويبات واتمرنوا على حاجات جدا، هي دي اللي بتهدد اي جول حارس مرمى. يعني محمد ابو جبل ده لازم بكره يحس ان الكره رايحه خمس ست دقائق 10 دقائق الكره ما بتعديش نص ملعب النادي الاهلي، الكره على طول ضغط عليه هو، وده برضه ممكن يرهقه، ممكن يرهق الديفنس بتاع سموح. هو ده اللي بيدي لك التفوق وبيخلي لك انت حتى زي ما قال كابتن ريم، ما بنجيب جول بنلعب بارتياحيه، بنلعب الكره اللي عندنا، فاحنا عايزين يبقى لنا سبق تهديف باذن الله عشان الاولاد يطلعوا الكره اللي عندهم. تمام. قبل بس ما اروح للكابتن حشيش، الدنيا مولعه، خلي بالكم مولعه. الانتاج الحربي دقيقه 86 او 84 مع الاسماعيلي 0-0، المصري مغلوب من حرس الحدود 1-0. والاتحاد السكندري، طب حطوها لي على الشاشه ماشي، الاتحاد السكندري مغلوب من انبي ايضا 1-0، وبالتالي هناك مسابقه كبيره جدا ما بين انبي وحرس الحدود، خلي بال حضرتك. زي ما قلنا الناديين دول، الناديين دول مهددين بالهبوط. ايوه، ما انا سواء انبي او حرس الحدود، سواء انبي او حرس الحدود فبيلعبوا باقصى لا بس خلي بالك دلوقتي، لو المباريات كملت على كده، لان لسه انت الحرس النهارده يكسب هي المباريات امام حضراتكم يطلع 35 بالظبط كده 35 زي ما كنا لسه بنقول من شويه يا اسلام. انت مقاولين كسبان الجونه برده 3، خلي بالك هنرجع نتكلم عن النقطه دي يا كابتن حشيش، لكن مقاولين كسبان الجونه 3-1،
ومصر المقاصة كسبانة النجوم 2-1. خلاص النجوم احنا يعني متفقين كلنا ان النجوم تمام، انتهت تمام الامور بالنسبة لنادي النجوم، وبالتالي مصر المقاصة المقاولين كسبان 2-1، المقاولين كسبان الجونة 3-1، هي المباراتين الحقيقة الاهم. انا بس عايز اقول حاجة في الجزئية دي بالتحديد، احنا لازم نفرق برضو بين الاندية اللي هي في المؤخرة. تمام. في اندية لا بديل على المكسب. اه زي انبي وحرس الحدود. اه انت بتتكلم انه لازم يكسب. التعادل نفسه مش هينفعه، لان انت بتتكلم على 3 مباريات بس فاضله. فالحرس وانبي اللي هم الاقل نقاط، انت بتتكلم على 32 و33، لازم مكسب. التعادل يفرق معاهم، ما ينفعش. غير مثلا انديه تانية مثلا زي الانتاج الحربي ووادي دجله والاتحاد، ده في منطقه اهدى شويه، فبيقول لك لو انا شوية. لو انا ما كسبتش ما اخسرش. النقطه الواحده بتفرق معاه، تبقى كويسه بالنسبه له. انما زي ما بقول لك حرس الحدود انبي يليهم بتروجيت، المكسب لازم الثلاثه بونت. لانه خلي بال حضرتك جيش كمان، ما هو لا اصل بكره في ماتش، خلي بالك بقى بتروجيت وطلع الجيش بالظبط. يعني تخيل حضرتك النهارده خلينا نحسبها لغايه لما الماتشات تنتهي. يعني احنا الحرس لو كسب، الحرس لو كسب 35 35 نقطه دخل بقى مع الانتاج الحربي، وانبي لو كسب هيبقى 36 نقطه، هيطلع برضه بتروجيت والطلايع. خلي بالك بتروجيت والطلايع يلعبوا بعض، ده ضرب نار، ده ماتش، ده بص ده موت بقى. النتيجتين دول لو انتهت المباراتين على هذا بهذا الشكل يا كابتن ابراهيم، يا كابتن شريف، يا كابتن حشيش، هتبقى مباراة الطلايع وبتروجيت ضرب نار. ضرب نار، لان هتبقى طلايع وبتروجيت 34 و35. خد بال حضرتك سموحة بكره، عشان برضو الناس ما تفتكرش ان ماتش سهل وتكسب سموحة. سموحة عنده 35 نقطة، والحرس لو كسب هيبقى عنده 35 نقطة. الناس هتعديه. يعني الناس هتعديه لو كسبت، هتعديه، هيبص يلاقي نفسه سموحة من المركز ال 12 ده ممكن تلاقيه نزل لل 15 تاني بالظبط. يعني فماتش صعب جدا، ماتش صعب جدا بالنسبه لسموحه، هيلعب برضه بكامل قوته مهدد، لان هو الماتشات المكسب الاخرانيه فوقته. هو كان قبل لما حسام مسك كان هو متزايل الجدول، فحسام برضه عمل طفره خلال الفتره اللي فاتت، قدر يطلعه مؤقتا لبر الامان شويه، فهو مش عايز يرجع يلعب تحت ضغط تاني. لا بس بقول لحضراتكم ايه ده، يعني الدنيا مولعه. لا ماتشات صعبه، من الجونه خلي بال حضرتك. انا هستبعد الاسماعيلي برضو، انتاج الحربي عامل ايه دلوقتي؟ انا مش عايز برضو اقول الاسماعيلي، لانه عيب ان الواحد يقول كلمه زي دي بصراحه. طبعا. مش عيب يعني، ما انا مش قادر اقول الاسماعيلي، مش لايق عليه، يعني مش لايق على خالص الاسماعيلي. يعني هو لغايه دلوقتي 37 بونت الاسماعيلي، تخيلوا حضراتكم 37 نقطه. الانتاج الحربي متعادل مع النادي الاسماعيلي، الاسماعيلي لسه له ماتش داخل الانتاج الحربي في اللعب على فكره. الانتاج الحربي لو فضل متعادل يبقى 36، هيبقى الانتاج الحربي في ناس حصلته بقت 35، يعني لو تعادل حرس الحدود كسب يبقى 35، الانتاج متعادل لو كسب بقى 36. والانتاج لو كسب يعدي الاسماعيلي، والانتاج لو كسب يعدي الاسماعيلي. الامور صعبه تحت قوي. ما انا بقول لحضرتك يعني انت عندك من اول، طلع الاسماعيلي بره يا جماعه، لا انا مش هقدر يعني، لكن من اول الثامن لغايه ال 18، يعني سيبك من ال 17 وال 18 لغايه 16 زي ما قلت، من الجونه صح، من الثمان فرق، الثمان فرق كل اسبوع نار. كل ماتش كل اسبوع بيتغير، هتلاقي الجدول اتغير. يعني لسه لغايه دلوقتي ناس برضو مهدده، ما تعرفش الظروف، لان الثلاث مباريات بتسعة بونت، وهم الفارق بينهم مفيش 4 بونت. هو لو فضل كمان حرس الحدود وانبي كسبانين هيحصلوا سموحه، يبقى الماتشات دي لازم تتلعب في وقت واحد. المقاولين اربعه، عشان كده انا بقول، عشان كده انا بقول لازم الماتشات. هو اخف ماتش النهارده هو اللي شويه، يعني هو الجونه والمقاولين الاثنين، يعني الاثنين دول بس، يعني جونة. التعادل بالنسبه لهم الجونه 36، يعني اقصد لو تعادل بالنسبه لهم 37 تمشي حاجه. هو المقاولين كسبان اربعه خلاص، ده يعني دلوقتي كمان الجونه دخل في اللعبه 36. الشوط الاولاني 2-1، 4-1 اهو دلوقتي، دلوقتي 36 لحقوا. لو دول كسبوا بقول لك حرس الحدود وكده يبقى 35 لحقوا الجونه، يعني برضو بقول لحضرتك من اول الثامن الحقيقه. انا يعني عايز اقول لك ان كده المقاولين برضو داخل على المربع الذهبي. المقاولين المقاولين عنده دلوقتي 44 3 47 مقاولين. هو الصراع ده كله على فرقه واحده، المصري 48 الصراع ده كله على فرقه واحده مع الداخليه والنجوم. الداخليه والجوم طبعا، والنجوم. احنا ليه بنستبعد الداخليه؟ الداخليه 27 نقطه 27 بس طبعا صعبه مش طايق ده الاثنين ده بس 36. على الورق لا 9 بونت لسه 9 بونت يعني اقصى حاجه 36 يعني اقصى حاجه ما تعرفش الظروف يعني خلي بال حضرتك. ايوه بس انت عندك اقل، يعني لو المباريات مشيت بالشكل ده
اقل فرقه واحده من الاثنين يا طالع الجيش يا بتروجيت هيبقى عنده 34 بالظبط. لو واحده فيهم كسبت هتبقى 37 والثانيه 34. هي كراسي بس داخليه لو تعادلت ماتش واحد خلاص هتبقى كراسي مصيبه. لازم تكسب كل يعني عمر عمر تعادل واحد يوديها تاخد التسعه بونت بالظبط كده. وبالتالي الحقيقه الدنيا مولعه في المولعه. ودي حلاوه الدوري يعني السنه دي على فكره. ودي حلاوه الدوري فوق وتحت. السنه دي فوق وتحت لاول مره حتى في المربع الذهبي خد بالك. الحالب على المربع الذهبي جامد. بتتكلم ان فاضل ثلاث اسابيع على انتهاء الدوري ولسه انت مش عارف يعني برضه الام بي والاتحاد الماتش خلص 1-0 الام بي وبالتالي كده ام بي وصل للنقطه 36 كان لازم يكسب عشان كده 36. بص بص ام بي دخل فين بقى؟ ام بي وصل الثامن ده يعني على سموحه. لا ده هيعدي كمان خلي بالك ده داخل على سموحه. 36 ده داخل على الجونه يا جماعه لانه ناقص 8. لا يا كابتن ده عدى سموحه. سموحه 35. ام بي رايح لاتحاد اسكندريه والجونه. يا نهار ابيض. بنتكلم على عدى سموحه صح. 33 على 36. الحرس انتهت. الحرس كسب المصري 1-0 بقى 35 بقى 35. ام بي كسب الاتحاد السكندري 1-0. المقاولين العرب كسب جونه 4-1. الانتاج ايضا انتهت. التعادل السلبي ما بين النادي الاسماعيلي والانتاج الحربي. يبقى دخلوا الجونه يا جماعه. الجونه بقى 36. ده ام بي بقى الثامن ولا ايه؟ ما انا ام بي الثامن فعلا. بص بقى كام فرقه عدت عشان الاربع تجوان اللي دخلوا في الجونه. بص كام فرقه عدت وادي دجله. يعني الانتاج طلع فوق وادي دجله كمان. ام بي من 15 دلوقتي. بقول لحضرتك ايه يا كابتن؟ دلوقتي الانتاج الحربي بقى 36 نقطه. 36 نقطه يعني دلوقتي عندك ام بي 36. الجونه زي ما هي 36. الجونه 36. الاتحاد السكندري زي ما هو 36. وادي دجله 35. 35. بص الانتاج الحربي 36. سموحه عنده ماتش بكره مع النادي الاهلي. ده اقوى دوري احنا. طلائع الجيش وبتروجيت عندهم ماتش بكره مع بعض. 34 34. يعني اللي هيكسب هيعدي ناس كتير قوي. ممكن لو الاثنين اتعادلوا هيبقوا 35 كده من هنا بقى. بتروجيت 34 انا اسف ام بي 36 بقى. الحرس بقى 35. يعني لسه في الدنيا ولا لازم تراعي حته ان الماتشات في وقت واحد. بتروجيت لازم يلحق نفسه بالذات في الهبوط. لازم يكسب بالذات الفرق اللي تحت كلها السبع ثمان فرق اللي تحت. العداله يجب ان تطبق على الجميع. على الجميع وليس لازم تتلعب في وقت واحد. لازم تتلعب في وقت واحد. بس هيعمل ايه بس اصل انت عندك مشكله وعندك الفرق الكبيره متاجل لها ماتشات مع فرق صغيره زي دي. فهتلعبها ازاي في وقت واحد؟ انا ممكن مفيش غير الزمالك اعتقد الداخليه والاهلي عنده بيراميدز عنده فرقتين من دول. الاهلي عنده الاسماعيلي وبيراميدز. فبرضه دي برضه المؤجلات هي اللي عامله مشاكل. يعني المؤجلات على قدر الامكان حته المراعاه. تفتكر مين يا كابتن بقى خلينا ناخدها اخر حاجه دي. تفتكر مين يا كابتن ابراهيم اللي ممكن يعني ده انت دلوقتي تخيل حضرتك ان الدوري من اول الثامن لغايه ال 16 36 36 35 محدش 35 عارف الظروف ايه 34 محدش عارف الظروف ايه. من وجهه نظرك يا كابتن ابراهيم برضو مين اقرب الفرق لل انا بشوف مش ان عايزين نزعل حد هنزعل حد بس ما فيش زعل والله. من وجهه نظركم انا شايف ان بتروجيت وحرس الحدود اقرب الناس للفرقه الثالثه مع النجوم و بس اقول لك على حاجه يا كابتن ابراهيم. الانتفاضه بتاع حرس الحدود النهارده برضو المكسب خلي بالك كسبان الاسماعيلي الماتش اللي فات والمصري الماتش ده انت بتكسب ايه؟ انت بتعطل المصري كمان. انا بقول بتروجيت كده النجوم هتعطل المصري كده النجوم النجوم والداخليه صعب صعب يعني عشان برضو يعني خدوا بالكم. بص الاهلي عنده انبي والاسماعيلي والمولين العرب ده بعد سموحه كويس. يعني عندك ام بي لا احنا مش نبص على الاهلي. انا بقى لا مش بتكلم على الاهلي. نبص على الفرق اللي تحت. انا بكلمك على الفرق اللي تحت. انا بكلمك على الفرق اللي تحت. ام بي المشكله في ام بي بس مع الاهلي كويس. هي اللي عندها مشكله مع الاهلي. المولين عرب والاسماعيلي خلي بالك ده ممكن بكره تبان. بكره تبان بالظبط يعني مش تبان ولكن تتحدد يعني ممكن طلائع يكسب بتروجيت او بتروجيت يكسب الطلائع وبالتالي هتبقى هيصعب مهمتهم جدا. مع ان 34 برضه مش هيصعب ولا حاجه. لا لان لسه برضه هيبقى فاضل له 6 بونت. هيبقى فاضل له 6 نقاط وبالتالي ممكن جدا. الداخليه والانتاج الحربي عندهم الزمالك. يعني الداخليه والانتاج الحربي. الداخليه ما احنا حاسبين دي مباريات حاسبين الداخليه مع النجوم خلاص احنا بنشوف الفرقه. حرس الحدود عنده الزمالك كمان. ما هو حرس انا بكلمك على الفرق الصغيره اللي عندها الفرق الكبيره. انا بقول برضه ان الثالث اللي نازل الثالث برضه هيتحدد في اخر ماتش.
هيفضل لغايه اخر ماتش. صعب بالوضع ده. بالوضع ده صعب لغايه اخر ماتش. زي فوق كده برده ممكن يفضل لغايه اخر ماتش. يفضل لغايه اخر ماتش. الظروف صعبه عموما. احنا مبسوطين ان احنا بنشوف دوري بهذا الشكل على الرغم من كل المشاكل اللي فيه. صحيح. على الرغم من كل المساوئ اللي بتحصل، على الرغم من استقدام حكام اجانب، على الرغم من اخطاء التحكيم في مصر، على الرغم من زي ما الكابتن ابراهيم قال ان لا يوجد عداله الحقيقه، لانه المفروض مثلا مباراه زي بتروجيتو والطلائع تتلعب في نفس التوقيت مع بقيه الفرق علشان ولا يكون على يعني هم دلوقتي عيني بكره الفريقين دول داخلين، طلائع الجيش وبتروجيتو داخلين محطوطين تحت ضغط. انا بس عايز اوضح حاجه برضو، ما تنسوش ان في ملاعب ما هي دي مقفوله عشان برضو الحاج عامر، فطبعا يعني هيجيب بقى ملاعب منين وهيجيب وقت ورمضان وتامين ورمضان كمان وتأمين برضو يعني الأمن يعني. برضو يعني دي الضغوط اللي على الحكام بقى بصراحة يعني الفترة الجاية دي كل حكم محطوط تحت المنظار بشكل غير عادي. كده قصدت ان انا اعمل كده عشان اقول للناس احنا مش عايزين حاجة. انا مش عايز واحد يديني ضرب الجزاء. لا العدالة مع الكل، ليا وللكل، لانه المباريات دي يعني ماتش بكرة طلع الجيش ده وبتروجيت ماتش صعب قوي للحكم. صحيح. جدا هيكون في عونه، لان اي فرقه تتغلب منهم هتدخل. لا ده هتبين بشكل كبير، هتدخل مع الفرقه من الفرقتين التحتانيين. وبالتالي كل ما نطلبه هو العداله التحكيميه، كل ما نطلبه او كل ما نامله العداله التحكيميه، وثقتنا كبيره جدا جدا في حكامنا المصريين، ويظل دايما النادي الاهلي. هي في حاجه بس يا اسلام، موضوع الحكام يعني اكيد الحكام بيتفرجوا على بعض في الماتشات يعني، فهي الحاجة اللي بتعمل مشكلة زي ما انت قلتها من البداية، ان في كورة بتتحسب هنا في ماتش كذا ما بتتحسبش هنا. فاحنا عايزين بس يبقى يعني نقرب الحالات من بعضها، يعني تبقاش حالة باينة هنا مثلا ضرب الجزاء وهنا يقول لك ما فيش حاجة خالص. بالظبط كده، يعني ضرب جزاء وانذار وهنا ما فيش حاجة خالص. يعني الحشيش ده دور المحاضرات بالظبط اللي تتعمل، لان اكيد بيتفرجوا على انا عارف ان الكابتن عصام بيعمل محاضرات، بيعمل الكلام ده بيصلحوا الاخطاء وكده. فالانتقاء كمان الحكام بقى في الفتره اللي جايه كمان يا مسهل يا رب. عموما بكره مباراه هامه جدا للنادي الاهلي امام نادي سموحه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن ابراهيم على وجود حضرتك معانا النهارده. كل سنه وحضرتك طيب ودايما منور. ربنا يخليك، شكرا ليك وللاخوه الزملاء، بتخلينا نشوف ناس جميلين معانا ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن شريف، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب، كل سنه طيب، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، ومشرفنا. شكرا اسلام، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم علينا. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. بكرة إن شاء الله هيكون معادكم أو معاد حضراتكم مع ملعب الأهلي في تمام الساعة 9:00، هنكون مع حضراتكم استوديو عادي، هنعمل 3 فقرات، فقرة لدكتور أحمد ثابت نتكلم عن أهم الأرقام والإحصاءات، فقرة الكابتن سمير عثمان برضو هنتكلم عن طاقم التحكيم، وأيضا فقرة عن أو فقرة طبعا محللينا الكبار اللي هيكونوا متواجدين معانا بكرة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ولا تلتفتوا إلى كل ما يقال عن سواء جهاز فني او لاعبين، انا مش عايز احدد بالاسماء، سواء جهاز فني او لاعبين. احنا النهارده عملنا نبذه بسيطه جدا جدا لحضراتكم وبالارقام وبالفيديوهات عشان حضراتكم تبقوا عارفين ماذا يحدث او كيف او ايه اللي بيتعرض له النادي الاهلي خلال هذه الفتره من حملات ممنهجه. ده دورنا وهنفضل نعمله حتى لو ايه اللي حصل، هنفضل دايما نعمله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي غدا في تمام الساعه 9:00 وحلقه جديده من ملعب الاهلي.